طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع. في هذه الجلسة من ضمن جلسات مقهى اللسانيات اللغويات، عليكم السلام، نستضيف فيها سعادة الدكتور مرضي الشمري اللي راح يتكلم عن موضوع جدا جميل ونحتاجه في هالأوقات، وهي يخص النظرية التوليدية. دكتور مرضي، حياك الله في جلستنا. الله يحييك، هلا والله بالجميع، الله يحييهم. هذا ثاني لقاء معك، حقيقة نستفيد من علمك، ودائما أنت مميز وجلساتك مميزة دكتور. وياكم يا رب، ما عليكم زود. دكتور مرضي، البعض يعرفك، لكن ودنا نأخذ معلومات بسيطة عنك كمقدمة، ونبدأ نعرف من هو الدكتور مرضي حاليا. دكتور مرضي، كل شيء واضح، العرض واضح، الصوت جدا واضح، توكل الله، تقدر تبدأ. ممتاز ممتاز، شكرا دكتور، شكرا، الله يعطيك العافية. صراحة مجهود يعني جبار منك صراحة، انه وقت قاعد تعطي وقت من يومك بشكل يومي تقريبا، والشغلة هذه يعني تنفع صراحة اللي موجودين عندنا بالسعودية ولا بالخليج ولا بالوطن العربي ولا بأنحاء العالم صراحة. فهذا مثل ما تقول النبع صافي صراحة، يعني الكل ممكن يلجأ له بعد الله، يعني من زملائنا وزميلاتنا اللي يدرسون بمختلف المجالات يردون ويشوفون شنو هالانطباعات من سبقهم. يعني احنا نبقى بمنظومة واحدة، ف شيء حلو صراحة. أنا قاعد أتخيل هاليومين اللي فاتوا محمد، دكتور محمد حبيبي، إنه شنو شعوري لو كان فيها الكافي هذا، اللينغويستيك كافي هذا، الاجتماع هذا لما كنت طالب صراحة، خصوصا بالسنتين الأولتين. يعني كان يعني خلاص، يعني كأنه والله ملجأ صراحة. إي والله بعد الله، يعني شيء حلو، يعني الكل ممكن، يعني أنا بمعلومة خلاص الآن عرفت إنه عند الدكتور فلان الدكتورة فلانة، يعني أوكي أخذ منهم المعلومة فلانية، يعني ربطنا صراحة، والله ربطنا في really global، يعني in literally صراحة. الله يعطيك الصحة دكتور. بالنسبة لي أنا يا أخواني خواتي، مرضي شلاقي الشمري، يعني عادي أي واحد تقدر تستخدمونه. زين، أخذت البي إتش دي من جامعة نيوكاسل بالجنراتيف لينغويستكس، السنتاكتيك ثيوري، النظريه التوليديه التشومسكيه. مشرفي كان اندرس هومبرغ. اندرس هومبرغ هو صاحب هومبرغ جنراليزيشن، رجل صاحب نظريات، وايضا هو بروفيسور بكامبريدج اساسا. واللي اختبر رسالتي اللي هو جمال اوهالا، وأنا أعز الرجل هذا صراحة، ثقل علي صراحة بس أحبه صراحة، رجل يعني أعترف له بالعلم الكثير ونفعني كثير، يعني وأعتبر شيء يعني شيء واجد من الأعمال اللي سوهني يرجع له صراحة. رجل كان له نظرة ثاقبة. فيس، واشتغل بجامعة حائل يعني من زمان، أنا من دفعة قديمة شوي، دفعة 1999، يعني لو كانوا موجودين الحين متعثرين ما فيها كلام. فمر الزمن ودخلنا بهالنظرية، ولعلنا إن شاء الله نفيد الأخوان والأخوات اللي يشتغلوا بهالمجال. بالنسبة لي أظن أني غطيت المرحلة الأولى دكتور، مو؟ أي تفضل تفضل دكتور. أوكي، الآن يا جماعة بدش بالموضوع اللي هو اليوم الجنراتيف لوجيك ريليتد ريسيرش. يعني لما نجي طبعا جماعة تركوا شغلة شوي يعني فيها لبس، لما يقول لكم السنتاكتيك ثيري او النظريه النحويه التوليديه، في ناس واجد يقول لك طيب لحظه، انت شنو نحو ولا صرف ولا شنو ولا شغل؟ ترى يا جماعه النحو التوليدي يهتم بفروع اللينغويستكس الاخرى، يعني زي ما راح تشوفون بعد شوي، اي ديريفيشن، اي اناليسس، اي تحليل للنظريه بأي بحث راح تشوفونه لازم يكون يتطرق للبراغماتكس والسيمانتكس والمورفولوجي والسينتاكس والفونولوجي. أوكي، يعني بطريقة يربطها بالإنترفيس مثل ما راح نشوف. أوكي، إذا نمشي. طبعا أنا موضوع اليوم جماعة، لما نيجي نكتب رسالة أو بحث بأي أيا كانت طريقته،
سواء ISI أو ما دون ذلك، رسالة سواء كانت ماستر أو بروجكت أو ثيسس ديزرتيشن PhD MA whatever it is. أوكي، شنو نفكر فيه وشنو نحط بعين الاعتبار، ولما نقعد قبل لا نختار الموضوع شنو التبعات، ونقعد ننظر نظرة ثنائية معنات شنو، إنه السنتين القادمات شنو قاعد شنو راح يكون يسوي، وشنو المشاكل اللي ممكن أنا أتعرض لها. لأنه أحيانا واحد يتعرض يعني يجيب له موضوع ما يأخذ له 3 أيام إلا متوهق، تمام، فيقعد يزيد ويعيد، وممكن إنه لازم يحدث على نظرية. أوكي، مثل ما راح نشوف. بسم الله. طبعا هذا رمز للبناء، بناء الجمل والأمور، أكيد الشباب عارفين هالانطباع هذا. نمشي. أوكي. Language linguistics express عفواً linguistic expressions. طبعاً يا جماعة في تعرفون بالترمينولوجي بالعلم التوليدي وأيضاً فروع كثير من اللغويات. Linguistic expression stands for anything. أوكي، أي شيء، كلمة، phrase، جملة، paragraph or whatever. Any utterance is a linguistic expression. تمام؟ هذا مسمى. So language and linguistic expressions are produced in faculty of language and organ in mind. نؤمن باللغويات التوليدية بأنه اللغة مثل ما أنتم عارفين المسمى، أنه اللغة أساساً هي منتج، مو بس نقوله خلصنا باللسان، no. هو بالعقل، بعضو حي مثل القلب، مثل الرئة، مثل غيره، موجود برأس الإنسان ومهمته اللي هي الإنتاج اللغوي، وسموها language faculty. ومني من هنا جاء اسم التوليدية، بمعنى أنه لغة تولد، يعني في generator موجود داخل العقل. أوكي، قاعد يسوي، هو generative، هو قاعد يولد هال linguistic expressions، هال المنتجات اللغوية. أنا قاعد أحاول إني أعرب المصطلحات هذه. أوكي، so L اللي هو language أو linguistic expression is processed in an optimal way. مثل ما قال تشومسكي، قال تعالوا يا جماعة ترى اللغة هم، يعني على فكرة يا شباب يا جماعة، ترى تشومسكي لما يحل اللغة مو يجي يقول ترى الفاعل سبق فعله والفعل سبق الفاعل وخلاص وقضينا والسالفة انتهت يا جماعة، حياكم الله، نورت والله، شرفت. نو لا، وش يقول تشومسكي؟ يقول احنا ندرس اللغة كفيو لعقل الإنسان، لذلك ممكن اللغوية التوليدية تدخل بالتود، تدخل كمؤشر، كدراسات من جانب اللغوي لمشاكل تتعرض للإنسان من اضطرابات لغوية اللي ممكن أنها تؤدي إلى تحليل و يعني اختبارات مسبقة لأمراض مثل التوحد. أوكي؟ اضطرابات اللغة، أظن في دكتورة معنا اسمها عبير، أشوف تخصص اضطرابات لغوية، أكيد إن إذا هي سمعتنا عارفة أكيد الشيء هذا، هي أعرف منه بالمسألة هذه، فأعتقد إن اللغة فعلا هي نافذة لعقل الإنسان وليس العكس. أنا سمعت مرة واحد يقول تشومسكي يقول اللغة نافذة لعقل الإنسان والعقل نافذة no. يعني هي واحدة فقط، اللغة نافذة العقل، يعني حنا ندرس اللغة بلكي لعلنا إن شاء الله نشوف شنو عقل الإنسان شلون قاعد يشتغل، وهذا الصحيح. فلذلك اكتشفوا بالعلم التوليدي أنه في قواعد وفي ضوابط وفي موانع وفي أمور وفي معادلات هندسية رياضية فيزيائية قاعد تصير داخل Faculty of Language اللي هو العضو اللغوي. Faculty تعرفون أحيانا يسمى ب يعني مبنى أو غيره. Okay, via language representation with universal conditions and constraints. طيب representation يا جماعة اللي يشوف الشجر، أنا من ضمنهم ترى، يعني قعدت فترة طويلة بالبداية قاعد أقول ليش الشجر هذا، إيش قصة الشجر يعني هذا يا جماعة. أوكي إحنا نكتب نعرف إن نحلل الجمل عن طريق جمل كذا مكتوبة على سطور وهذا، بس قصة الشجر هذا إيش سالفته؟ فطلعت المسألة يا جماعة إنه هذا تصور. عارفين أنتم يعني في بعض الأمور يحطون لها الناس تصور، مثل الأساطير يحطون تصورات للعفاريت وملوك البحار والأقزام والأمور، ما حد شافهم،
لكن تصور. فلذلك تلقون الرسمة هي هي عند الكيلتيك ستوريز، عند الفايكينج، عند الشرق السويين، عند الأفارقة، تلقون لازم في something in common. فاتحدوا اللغويين كلهم أيضا غير التوليديين، كل اللغويين اتحدوا بأنه جماعة في الشجر لازم نعترف ونجمع على أنه هذا تصور، حنا نبي نحط التصور هذا للغة. أوكي، الفاعل يكون بالغصن الأيسر، القلب يكون بالنص مثلا كفعل، والكومبلمنت يكون بالجزء الأيمن، الغصن الأيمن للشجرة، مثل المفعول به وغيره. أوكي، there are universal conditions and constraints. في جماعة conditions that have to be respected and have to be satisfied. في شروط عشان الجملة تكون صحيحة باللغة الإنجليزية، لابد أن الفاعل ينطق. She went home. لكن ما أقول went home، ولكن went home ماشي بالإيطالي وبالعربي وبالأيرلند القديم وبالويلزي أيضا. ليش؟ لأنه عندهم null subject. السبجكت الفاعل ممكن ينطق وممكن ما ينطق. هذول البارامترز. في احد سالني المره اللي فاتت انه principles and parameters، هذا parameters. اعطيكم مثال على البرنسبل. برنسبل مثلا خذوا هالبرنسبل هذا، كل لغه فيها فاعل. Every language has to express subject in some way. ولكن كبارامتر ممكن يعني يعتمد، في لغات تنطق الفاعل، في لغات ما تنطق الفاعل. ولكن هذا يبقى بارامتر متغير، هني يمشي هناك ما يمشي، هني اكو هناك ما اكو. لكن الفاعل كونه كمينينج لازم يكون موجود بكل لغه. اوكي، ثانك يو. اوكي، يا رايت. سو يو ويل ويتنس ا نيو بليس ذات يو نيد تو لاف، which is interfaces. okay جماعه اللغه باللغويات، جماعه معاي انتم ولا انا اخاف الصوت بس؟ دكتور مرضي حبيبي، هلا، قسم بالله صوتك رائع حبيبي، توكل على الله نسمعك، صوتك واضح جدا والعرض واضح، توكل على الله دكتور، لا يوقفك شيء، توكل على الله. ينور عليك حبيبي والله دكتور محمد. اوكي، سو في شيء اسمه interfaces. تمام، شايفين الشجره هذه اللي امامكم؟ هذه قوالب توفرها language faculty. لازم نؤمن بالشغلة هذه، بدون ما نؤمن بالشغلة هذه ترى ماكو شيء. لما نجي ننتج أي لغة عندنا language faculty، للأسف أنا كان بس راح أغرد فيها الصورة، أنا كونتها موجودة عندي بحث، بصورها وحطها لكم بتويتر، أظن غردت فيها من زمان، اللي هي the structure of language faculty. Language faculty, the language faculty is composed of many partitions. Okay, a partition الأول يعني العضو اللغوي اللي بذهننا هذا له كذا غرفة. الغرفة الأولى، أنتم تخيلوا معي مصنع مع الكيك، مصنع حق كيك، تمام؟ الغرفة الأولى شو بيكون فيها؟ أكيد طحين، صح؟ طحين وبيكنج باودر ووتر وميلك وسكر والسوالف هذه. غرفة ثانية لازم فيها طبخ بعد، لازم فيها خبز، صح؟ فلازم يطلع الكونتنت مني يروح للغرفة الثانية وينخبزن، ماشي؟ عاد الغرفة الثالثة ممكن فيها فراولة، ممكن فيها توت، ممكن فيها شغلات. والغرفة الرابعة شنو؟ أكيد تلبيس، ها؟ أكيد باكجين، قرطاس هذا، وبعدين تنباع. فنفس الكلام عندنا باللانجوج فاكولتي، الغرفة الأولى كلمات. شنو كلمات عندكم؟ احنا نختلف، كل واحد عنده لكسيكون مختلف، أوكي؟ أنا عندي كلمة، شوف عاد كم كلمة؟ مليون مليونين؟ لما أجي أقول أنا أكلت، أنا شربت الكرك، أنا شربت الكوفي، القهوة، أوكي؟ إذن يطلع من اللكسيكون هذا الكلمات اللي تم اختيارها. شربت، أنا شربت القهوة، أربع linguistic items، أوكي؟ لأنه ال هي linguistic item in its own، الحالة ال هي ذات تعريفها هي linguistic item. يطلعون وين يروحون يا جماعة؟ ل something we call الطلبة اللغويين جميعا وخصوصا التوليدين. لما تسمعون كلمة computation أو computational system، ترى هو syntax أو narrow syntax، كل الأربع كلمات هذه واحدة، اللي هو المكان اللي خاص بالstructuring بالبناء، وداخل البناء هذا يصير اللي أنتم شايفينه الشجرة هذه، أوكي؟
يصير الشروط والأحكام والضوابط والموانع شنو ينطق الفعل لا ما ينطق الفعل يسمع. أوكي هني بالمكان هذا اللغة الإنجليزية يقول لك the subject has to be PF spelled out لازم تكون phonologically بالفونولوجي الفونولوجي تحتم على الشيء هذا انه لابد ينطق السبجكت. اوكي يبا احنا عارفين انه في سبجكت ولكن لازم ينطق لانه انت قاعد تتكلم بالانجليزي لما تتكلم بالطلياني يا حبيبي ماشي ما عندك مشكله. اوكي فخلونا الان وين وصلتكم يا جماعه؟ وصلنا لمكان اسمه كومبيتيشن. لما تبنى الجمله بها القوالب اللي انتم شايفينه هذا القالب توفروا اللانجوج فاكولتي بشكل غير منقطع endless infinity تمام المسألة غير منقطعة نهائيا. خذ قوالب ايش قد ما تبي ايش كثر ما تبي موجود وحط هالكلمات ولكن ها ترى في قواعد. اوكي ماشي الحال. الحين البناء هذا اللي حنا نسويه اوكي جبنا الجمله وركبنا وضبطنا وكذا مني دبليو اتش موفمنت السؤال مني متى اكل خالد مثل سالفه مثل قضيه بن مأمون اظنه انه هل في نل كوبيولا المدرس هو سعيد ولا المدرس سعيد هل في هو ولكن نل لا ينطق كل شيء يصير هني. اوكي اي موضوع لازم يصير هني هذا شغلته ها هني بالقواعد هذه بالقوالب اللغوية هذه يبدأ الشغل يبدأ التطبيق. ولكن كل هذا لازم يرضي عندنا فيه شيخ موجود هناك بالأفق اسمه Interface System. أوكي طبعا أنا قرأت كتاب واحد الأخوان العرب مترجم كتاب أو هو كاتب الكتاب يسمي الانترفيس وجيهة. والله يا جماعة أنا ماني شايف انه الاسم هذا مناسب. ليش؟ لانه لما نعرب اللغه لابد ان ندور ابسط كلمه تحاكي العقل البشري العقل العربي عفوا. الوجيهه انا بالنسبه لي ما اعرف كلمته ما مرت علي فلذلك لازم اجيب شغله. انا سميته نقطه التقاء الذهن بالنطق نقطه التقاء النحو بالذهن والنطق. يعني احنا لما نجي نقول كلمه نقول جمله نقوله اولا نحويا وصرفيا نربطه باللي انتم شايفينه هذا القوالب اللغويه اللي يوفرها لنا منه السنتاكس. مجرد ما ننتهي في نقطه في عمليه اسمها ترانسفير ارسال المنتج اللغوي الى وين يا جماعه؟ الى الذهن والنطق عشان النطق ينطقها اللي هو اللسان والذهن يفسرها. انا بقول لكم جمله الحين انا اكلت قهوه ترى كل شفت الجملة هذه صار فيها ما يلي الكلمات أخذ من اللكسيكون اللي هو المعجم اللغوي وراح للنيوميريشن اللي هو المحقق شيكن مرضي أوكي أنت مخترت الأربع كلمات 1 2 3 4 شناطكم معكم جوازاتكم معكم يلا تفضلوا روحوا للسنتاكس راحوا للسنتاكس دخلوا السنتاكس قال تعالوا حيبالي تبون جملة أنتم يلا 1 2 3 4 جملة يلا تفضلوا روحوا لوين روحوا للإنترفيس سيستمز. الانترفيس سيستم زي ما انتم شايفين يا جماعه بالسطر الرابع انترفيسز فونو سيمانتيكو الانترفيس هو اساسا علم الاصوات عفوا ليس الاصوات الصوتيات والدكتور محمد ادرى منا بالمساله هذه الصوتيات اللي هو يقول لك مثلا هني اللي يقول لك تعال 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 وين الفاعل ليش مو منطوق باللغه الانجليزيه رجعوه انطقوه هاتوا. السيمانتيكو اللي هو ايضا السيمانتيكو ايضا براغماتيكو اوكي سيمانتيكو براغماتيك يسمونه او براغماتيكو سيمانتكس اوكي اللي هو الدلاله والتداوليه. تعال انت قلت قبل شوي الجمله نطقت بالتفاحه الولد اكلها وليس الولد اكل التفاحه. ايش تقصد بالتفاحه؟ هل هي التفاحه انه الولد اكل تفاحه وخلصنا الولد هذا أكل التفاحة هذيك وخلصنا نو no. التفاحة مو البرتقالة أكلها الولد أوكي فهني يشتغل شنو التداولية اللي هو pragmatics يشتغل السيمانتكس اللي هو فعلا تفاحة حمراء ولا صفراء ولا whatever
اوكي، فهنا الانترفيس لازم نرضيه، يعني السنتاكس لازم يرضي الانترفيس بكل شروطه. الانترفيس عنده شروط كثيره، من اهم شروطه يا جماعه انه ما تجيني الجمله فيها uninterpretable feature. الكلام هذا ممكن بعض الشباب ما يعرفه، ممكن بدا بقراءته، ولكن اللي داخلين بالنظريه عارفين الشيء هذا. واي سؤال انا مستعد اجاوب عليه بعدين، من 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 لانه الـ عندنا تو سيستمز يا جماعه. السنتاكس اللي هو كومبيتيشن هو كومبيتيشنال سيستم، يعني سيستم نظام بنائي، لكن الانترفيس انتربريتيف سيستم، نظام تفسيري. انا اجيب للمنتج اللغوي خالص افسره لك صح، اذا فيه غلط صوتي او تفسيري معنوي او دلالي ارجع لك ترى. فهذه قضيته زي ما راح نشوف. طيب لا ننسى بانه language is derived by phases. الphase هو very influential crucial point or fact or issue in the generative framework. عندنا الفيز اللي هو المرحلة، أنا ما أدري شو يسمونه أخوانا اللي عربوا النظرية، ولكن شوفوا معي الصورة اشترى هذه الجماعة. أي جملة هي مكونة من two phases. الفيز التحتي اللي هو الولد، أوكي أكل، أنا ما أدري ماسك على التفاحة بس يلا الولد أكل التفاحة، تمام. يبدو لي في أمثلة كثيرة بالليترشر كذا، يبدو لي إنه هذا اللي ماشي، الولد أكل التفاحة. بالفيز اللي تحت الـ VP شايفينه، الفاعل يرتبط مع الفعل والفعل يرتبط مع المفعول به، الفعل يتفق مع الفاعل. الثيتر رولز ار اسايند، الفاعل هو ايجنت لأنه أكل التفاحة، التفاحة هي بيشنت لأنها تعرضت للأكل من قبل هالولد، أوكي، والفاعل سوى أجريمنت وخلصنا. هذا يسمونه propositional phase. اللي تحت little vp جماعة اللي معاه قلم وورقة يكتب propositional phase. الفيز اللي فيه الجملة بالparticipants بفعلها وفعلها ومفعولها بما المعاني اللي موجودة من غير فلسفة، يعني اللي هني يشتغل عندنا السيمانتكس فقط وليس pragmatics. مجرد ما نطلع للفيز الثاني اللي انتم شايفينه هذا يسمونه، طبعا اللي تحت اسم اجماع هو propositional phase او argument structure phase، اللي هو الفيز اللي يعني يتم فيه اقحام الفاعل والفعل المفعول، arguments فاعل فعل مفعول به، هذول arguments الفاعل والمفعول به، هذول يسمونهم arguments. اوكي، اللي فوق اللي هو functional phase. Functional phase. The phase اللي هو the phase that expresses functionality or the phase or the phase that where functionality is expressed and functions of certain items are clearly interpreted or sent or whatever done to them by their requirements of the interfaces. So anyway, things like tense, okay? So the TP, you see the TP مثلا هو التنس هني، هني الزمن. لما تطلع الجملة تبدأ بالفيز الثاني تطلع فوق هني تزمن، هل هي ماضي هل هي مضارع. بعدين شايفين السي بي اللي فوق، هذا اسمه أنا أسميه البيان والمجاز، لأنه الجملة ما دامها جملة الولد أكل التفاحة عادي، لكن شوفوا معي الولد اضغطوا على الولد، سووا contrastive stress أو stress، الولد أكل التفاحة، مستحيل يكون الولد بمكانه اللي تحت أبدا، لأنه لازم يروح لمكان يلقى فيه stress ألا وهو CP. أوكي، اللي يشوف الجملة يقول الولد أكل التفاحة، والله شكله يا جماعة الولد بالسبجكت، شايفين اشترى اللي تحت أكل بالفيرب والتفاحة بالأوبجكت وخلصنا، خلنا ناخذ لنا كافي ونستانس ونطالع لهالجملة. لكن يجي واحد ثاني يقول لحظة يا جماعة، في ستريس على الولد، هني فيه انترفيس ريكوايرمنت، الولد الآن عليه كونتراستيف ستريس، مستحيل الـ VP تحت هو فيز اوف ستراكتشر argument ستراكتشر، فقط اربط لك الفاعل بالمفعول به وغيره وخلصنا، الولد أكل الكيكة على الطاولة وانتهينا. لكن لما يجيك يقول لك الولد، يعني يا جماعة قاعد يقول لك الولد ترى مو أخته،
الولد ترى مو أمه، الولد ترى مو البنت، أكل التفاحة على الطاولة. إذا الولد يطلع مني يروح للمكان اللي يبي. يا جماعة أنتم تخيلوا معاي واحد لابس سكرت، تعرفون السكرت اللي يلبسونه اسكتلنديين اللي البايت بايبرز هذول اللي يعزفون، اللبس الاسكتلندي. تخيلوا واحد سعودي لابس السكرت هذه وقاعد يتمشى بالسوق العصر، ما يمشي الحال صح؟ غير لائق عندنا احنا، يعني بنستغرب ليش هذا مو مكانه هنا، لكن باسكتلندا شيء عادي. اوكي، ايضا انا لابس غتره وكاشخ وشكل قاعد امشي بدمره، ما يمشي الحال صح؟ لكن عندي بديرتي ماشي الحال. في اماكن مألوفه اللي تصرفات مألوفه، في اكل مألوف، يعني واحد قاعد درجه الحراره 55 قاعد اشرب كرك الظهر بالشارع، ما يمشي الحال، لكن درجه الحراره 3 تحت الصفر اكيد منطقي. وبالعكس العصير ما يصلح بالشتاء لكن يصلح بس عارفين. فهني الفاعل لازم يروح للبيئه اللي هو يفسر فيها صح، لانه الانترفيس قاعد يقول له شوف ترى تجيني منت بهذاك المكان بالسنتاكس، اردك على السنتاكس، ترى خلي السنتاكس يصير خوش ولد ويحطك بالمكان الصحيح، لانه هناك بالسي بي ترى مو بالفي بي تفسيرك راح يكون صحيح. اتمنى انه كلامي الى الان شوي، يعني انا جايب فيه طريقه شوي احاول انه اقرب الموضوع. اوكي، نقطه اخرى، الفيز يا جماعه هذه نقطه ان باسنج، الفيز هو بيئه الانتربتبل فيتشرز، الفيتشرز اللي يسوون اكتيفيشن لللينغويستيك او سينتاكتيك operations or syntactic strategies and stuff. Okay, so move on, دكتور. سم دكتور منصور، دكتور ورضي سم. Move on, huh? إن شاء الله. توكل على الله. مرة كويس. توكل على الله أبدأ. أنا ما ودي بصراحة ما ودنا نقاطع الحديث لأنه مباشرة ودنا يكون الحديث مستمر دكتور. ان شاء الله باذن الله. اوكي انا ان شاء الله كل شيء واضح دكتور تفضل. It won't be long باذن الله. اوكي ماشي الحال. So what to do and what to consider when writing a paper or dissertation in a generative research approach. Okay, when you consider writing something in that approach, what do you think to consider, what do you need to take into consideration, شنو لازم تحط ببالك لما تجي ماسك لها ورقه توك داخل جامعه نيوكاسل، كون نيوكاسل الأحب على قلب الدكتور معنا طبعا كل الجامعات إن شاء الله، ماسك أوراق وتقول والله بعد أسبوعين لازم أسلم التوبيك، شنو لازم أجيب؟ أوكي، a note in passing، تذكروا جماعة is the linguistic phenomenon، طبعا لازم نجيب linguistic phenomenon. أوكي، جملة غريبة، شغلة صراحة تحتاج investigation. أوكي، is the linguistic phenomenon you're attempting to research worth investigating؟ هل هي فعلا، هل جملة اللي ببالك هذه فعلا تستحق انك تبحثها، تستحق انك تكتب بيبر له، تستحق انها تكون رسالة؟ will it contribute to and have insights into the practice of research in the field؟ هل راح تضيف؟ انتبهوا للإضافة. انا عارف يا جماعة في اماكن مؤسسات تعليمية ترى مو فارقة وياها، يعني في إضافة ما في إضافة، وهذا مو ذنب الباحث، الباحث هو بدأ على أنه يبي يضيف، بالنهاية طلع ما في إضافة فاين نو بروبلم، لكن دائما ابدأ بأنه عندك إضافة لعله يكون في إضافة، والنية يعني سابقة لكل شيء. will the mechanisms and strategies، mechanisms and strategies راح أوضح لكم بعد شوي، تستخدم بالنظرية be relevant to apply، لأن مو كل ميكانيزم تشتغل عندنا، في شغلات تقول لك إنه no. أنا أذكر مرة بأسة اسمه syntactic issues إن اللي بنيوكاسل عارفين المادة هذه عند جول وولنبرغ وبعدين صارت عند أندرس هولنبرغ، فقلت إني بستخدم relativized minimality ريجي، قال this is not relevant، يعني أنا جاي صراحة مسوي إني ترى بستخدم ريجي 1990 ترى ما يعني جاء الخوش ولد، قال لا يا حبيبي هذا ما يمشي الحال. فمع الوقت تعلمت بعدين يعني قلت آي والله صج أنا وين رأيقلي لما قلت بستخدمه. ف we need to make sure what to use يعني. وهذا المسألة دائم ترى الغلط يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى الصح وليس الغلط. Okay؟ فالغلط هو something really natural. Right, okay. So will the mechanism and strategy be relevant to apply? Will your foreseen findings reformulate the mechanisms and strategies and respect and add to the interface system? Okay, the findings اللي انت تتوقع انك راح توصلهم. طبعا اللي قارئ يا جماعة، اللي قارئ واجد
ترى بإمكانه ينظر بالمستقبل، يكون عنده عين ثالثة مثل ما يسمونه، يقول أنا عارف شنو قاعد أكتب وأدري إنه الفايندينج راح يكون 1-2-3 على الأقل، 1-2-3 ممكن إيه ممكن أوكي، ولكن it still remains and is an assumption. Okay. So will you foresee findings and reformulate the mechanism and strategies and respect and add to the interface system. احيانا يكون عندك شغل جبار يسوي addition to the interface system. فيكون لما تضيف للانترفيس تقول لحظه الانترفيس انا عندي بدراستي طلع الانترفيس بالمساله هذه غير مشروط. معناته انتم ترى مضيعين طول السنوات اللي فاتوا. هذا لا يعني انهم غلط، ولكن يعني انك صراحه مبدع. ولكن اللي من سبق بالعكس، احنا بدينا وين ما انتهوا. اوكي، is it likely that the argument will stall at any step? Think big. الارجمنت عندكم وthink about the flow of argument. انا قاعد اكتب وامشي بهالبحث وعندي argument. I argue for something and I keep arguing for it. Will it stall at any point? ممكن انه I break down ولا يكون والله تعال مرضي والله شغلتك هذه شغلة حار والله انت قاعد تخبص طول الوقت. لكن no, that's fine. ممكن انت بالنهاية لما تقول والله انتهيت بانه كلامي هذا كان فقط assumption. طيب good, assumption. والassumption هذا الا ما يطلع يعني يخلق لك تغيير ثاني، وهذا الطبيعة بالبحث. وأعتقد خصوصا عند الناس الفاهمين إنه هذا بالعكس هذا شيء إيجابي لما أنت تنتهي بشيء أوكي والله ما فيه ذيك الإضافة fine it's still good يعني it still sounds good، وإلا ما يكون لك منحنى آخر right. So فكرنا وجلسنا يا جماعة مع هالكوفي ها وكيك هالليمون وقلنا يا جماعة أنا بينا قاعدة بلي موضوع أنا إيش قاعد أسوي. Yes, what do I need to do؟ أول شغلة يا جماعة أسويها، أول شغلة جماعة اللي مو من حاية ترى لما نقول أكتبه نقصد أكتبها أوكي. فأحيانا أذكر مرة واحد بتويتر قال أنت تتكلم عن شيء مؤنث شلون تقول أكتبه؟ فقلت ترى إحنا بحايل والقصيم الهاء المذكر يقصد فيه المؤنث. والله نبلش احيانا بس اتمنى انكم تفهمون شنو هذا. هذه فكره بحث جديده دكتور منصور. والله فيها الجندا يلعب فيها دور مو طبيعي دكتور. هذا فكره بحث هائله هذه، وخاصه الصوت الان راح ينزل في اليوتيوب معناه يقدرون ياخذون الصوت ويبدون يسوون تحليل. معناته خلاص بحل ان شاء الله نساعدهم ان شاء الله دكتور. حبيبي تفضل دكتور تفضل. حبيب قلبي observation that's the first thing to do in the first place. أول ما أجي أسوي شغلة observation أقعد أجيب لي جملة وأقعد أقول أوكي لحظة البنت. طبعا يا جماعة أنا أعتذر منكم بأنه الجملة اللي كتبتها باللغة العربية الفصحى بصرف النظر عن مسكته ولا أمسكته ولا كذا، أنا جايبه فعل ماضي عشان أثبت أن الفاعل يطلع للتي، لأنه في ناس عرب قالوا بأنه ما يطلع للتي بالمضارع عشان أبعد عن المسألة هذه لأنه ماكو وقت نسولف به. فبالنسبة للي يدرس الديالكتولوجي بالديالكت البنت الكتاب مسكته أوكي؟ you can read it that way، ممكن تقرؤونه بالطريقة هذه. انا خصوصا انا اشتغل باللهجات اوكي، لكن في من زملائنا في بروفيسور ناصر حريص المسيح بالخير اعماله باللغه العربيه الفصحى ايضا، في ناس اهتمامهم بهذا فحطيت القراءتين هذول. يس اوكي سو اوبزرفيشن اجيب لي جمله يا جماعه ولحظه اقول ايوه لحظه شنو ايش قاعد يصير. اوبزرفيشن اوف انترستينج فينومينون with peculiar syntactic morphosyntactic behavior. اوكي في عندنا يا جماعه في behavior غريب هنا قاعد يصير بالسينتاكس بالمورفوسينتاكس. المورفوسينتاكس يا جماعه اللي هو لما يتحد النحو مع الصرف، المورفولوجي مع السينتاكس، بانه البنت هذه روحت على اليسار ولكن في ضمير متصل بقى على الفعل، هذا مورفوسينتاكس اوكي. رايت سو Research inquiry. RI stands for research inquiry or research question. سؤال البحث.
What triggers object OBJ object to be in a position sandwiched between subject and verb? Okay. لما تكون المفعول به الأوبجكت كأنه سندويتش بين منه بين الفاعل والفعل. أوكي، هذا مصطلح نستخدمه باللغويات ساندويتش لما يكون بين اثنين. What strategy might have been activated and used in the derivation of one؟ شنو اللي صار هني؟ شنو الاستراتيجيات اللي حصلت هني تتوقعون؟ خلنا نفكر يا جماعة شنو اللي صار. أوكي alright. Our word order movement agreement involved. والله possibly طبعا movement agreement اكيد يا جماعه مو 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 agreement موجوده. البنت مسكت، اذا في agreement، في توافق بين البنت والفاعل. yes. Word order، والله الword order ملخبط عندي ولا لا يا جماعه؟ مو البنت الكتاب مسكته، اصلها البنت مسكت الكتاب، ولكن جاء المفعول به صار بين هالشغلتين. Okay, so possibly movement. Movement is involved. أنا أشك بموفمنت. أنتم معاي تشككون بالشغلة هذه؟ I bet you do. Okay, أنا أعتقد أنكم كذلك. معناته okay. أنا الآن لسه بمرحلة الأولى يا جماعة. شنو هي؟ Observation. الملاحظة اللغوية. ماشي. Think of the interpretive properties and the operation per se. Okay. إذن راح هني أسوي شغلة يا جماعة. شنو هي؟ الآن بدخل البراغماتكس بالعملية. تعال شنو تفسير البنت هنا؟ شنو تفسير الكتاب؟ الكتاب ما جاء هني إلا لشغلة ثانية. Now I use the syntax. الحين شو استخدم؟ أدخل باللانجوج فاكولتي. عارفين يا جماعة باتمان؟ باتمان وغراندايزر ورجل حديدي والسوبرمان وهذولا، لما يصير مشكلة شو يسوي؟ على طول يروح مثلا باتمان يروح لسيارته هذه العجيبة، ويكون يجيه اللبس يلبس اللبس فجأة، وبعدين يطلع يسوي مهماته. حنا لما نواجه مشكلة باللغويات شغلنا بنحلل على طول، نلجأ لوين؟ نشغل اللانجوج فاكولتي بأذهاننا ونشوف داخل القوالب هذه شنو قاعد يصير. أوكي، نخلي ذهننا نقول يلا يا ذهننا ارسم لنا هالشجرة هذه، يرسمه بالطريقة البسيطة بالفيز البسيط. أوكي، البنت أصلها يا جماعة البنت مسكت الكتاب، صح؟ مثل ما أنتم شايفين أصله ابدوا من تحت، شايفين الـ VP؟ ابدوا من تحت، البنت مسكت الكتاب، ولكن الكتاب انمسح وطلع فوق، أيضاً البنت اضطرينا أن نمسحه ونطلعه فوق عشان يكون الوورد أوردر عندنا تمام. بس يا جماعة شايفين الـ XP هذا؟ والله شغلته شغلة. بالثيري there has to be an account for this operation. There has to be an account for the position, for the kitab, for al-kitab being re-emerged in this position, having moved. في شيء غلط، في شيء قاعد يصير. وأيضا الكليتك هذا ضمير متصل، مع أني ما راح أشرحه يا جماعة هنيها، لعله بحلقات ثانية. طيب نمشي إذن. Formalization or formulating and generalization hypothesis based on facts. هذه الخطوة شنو هي يا جماعة؟ الثالثة، اللي هي لما لاحظت وجبت syntactic أو linguistic phenomenon، ظاهرة لغوية، وخلتني استغرب منه، وبناء على وجبت سويت syntactic test. عفوا أنا كان مفروض أكتب syntactic test بالعمل هذا ولكن نسيت صراحة، اللي هو الاختبار النحوي. اوكي، بعدين اسوي جنرالايزيشن. اوكي، اذا بناء على ما تقدم اليكم ما يلي، هذا ترى هذا الجنرالايزيشن، اكتب هايبوثيسس، انا اقدم فرضيه، اعتقد يسمونها فرضيه. اوكي، اذا ماي جنرالايزيشن اند هايبوثيسس، اوبجكت از ان تي بي دومين. الاوبجكت والله بدي تي بي دومين، ليش؟ since it appears below subject، لأنه تحت السبجكت، والسبجكت يا جماعة معروف أنه بالتي بي دومين، هو بالمكان هذا. but لاحظوا، ولكن it no longer appears in its thematic position. الأوبجكت ترى لاحظوا معي ترى مو تحت، مو بالمكان اللي يأخذ فيه theta role اللي هو complement of V، اللي هو يمين ال V، يمين الفعل the complement of V verb. شوفوا معي هذه in Arabic، تذكروا V moves to T أو هالا 1994.
قاعدة عند العرب، الفعل يروح للتي، وهذا مثبت وخالص. تيب 1، شغلة ها شغلة حلوة نبي نطالع لها الحين. Add more articulated structure to mark the boundary of the domain of object. دائما لما يجيكم جملة مثل هذه، يا أخي شلون هذه؟ هذه تحت ولا فوق؟ والله مو باين لي شيء يا جماعة. الفاعل جاء الفعل وصار بين بينه وبين المفعول. جيب لك شغلة ثانية، جيب لك شغلة تنتمي إلى T domain، جيب لك شغلة تنتمي إلى tense. البنت الكتاب قد مسكته. شايفين الاسبكتشوال ماركر؟ طبعا بالمينيمزم اصبح ما عندنا اسبكت وتنس، نو ايفرثينج از تنس، ما نحط بروجكشن اسبكت وبروجكشن تنس. طبعا اكو ناس يحطون الى الان عادي، ولكن الافضل انه نكون مينيمالست، وهذا مسمى المينيمالست، اقل قدر معين، اقل قدر ممكن. فجبنا هالكلمه هذه. اوكي باوز، خلينا نوقف هنا. وات دوز ثري تيل اس؟ جماعة الثري هذا جملة رقم ثلاثة، إيش قاعد تقولنا؟ What follows from it with respect to discourse؟ بالنسبة للدسكورس التداولية والخطاب والأمور هذه ثلاثة، شنو قاعدة توضح لنا؟ خلنا نروح لحظة، بدأت الأمور يا جماعة توضح لنا أكثر، مو؟ بدأت الأمور توضح. Reformulation of the generalization، شايفين الجنراليزيشن اللي سويته قبل شوي؟ الفرضية؟ الآن أعيد حياكته وحبكته. 3 tells us that object appears is re-merged، يعني moved هو merged مجددة، يعني انحطت مرة ثانية، انشالت وانحطت. To the left of the T-related item، لو نبي نلاحظ يا جماعة الأوبجكت هو يسار قد، وقد وين؟ هو بالT، قد is argued to be merged in TP domain. أها معناته الأوبجكت يسار T والسبجكت يسار الاوبجكت. يا جماعه احنا قاعدين نسولف في مكان ثاني ترى. هايبوثيسيس ريفورميليتد، اذا الان نحدث شنو يا جماعه؟ نعيد بناء فرضياتنا. It follows that object is not in TP، بناء على اللي موجود عندنا. قد لما اضفنا، يا جماعه هذه سياسه ترى متبعه، لما تبلشون بجمله دائما اضيفوا ستراكشر، articulated structure، دائما اضيفوا كلمات مثلا PP adjective phrase adverb phrase tense related marker discourse marker، وهذا شيء كبير يوضح امور اكثر، راح تبين لكم الامور اكثر واكثر. اما راح تطلع بس تشوف هالجمله you will be lost in the vacuum. So it follows that the object is not in TP. صراحه الاوبجكت يا جماعه والله مو بالتي بي. ليش؟ لانه يسار قد. What would that position possibly be? Look into the computation system, the syntactic tree. خلنا نرد ونحط تصور جديد للجملة اللي قاعدة تكبر قدامنا وتنمو. يلا. Detect the syntactic position with respect to interface requirement. لا دائما تذكروا يا جماعة، أي شيء نسويه مو نقعد نسوي الجملة بعدين لما نخلص بالتحليل وكذا نجي والله يقول لك الانترفيس، يقول لا يا حبيبي الانترفيس يقول لك كذا كذا. قاعد تخربط هنا، قاعد تخبص ويا الانترفيس، ما يمشي الحال، لازم you need to respect it. Okay, 4. Object appears in a position that cannot be explained with respect to interfaces. لاحظوا يا جماعة، لو إن ظلينا بالتي بي، الكتاب يسار قد مستحيل تكون بالفي، صح يا جماعة؟ لأن ما هي فعل، ومستحيل تكون بالسبك بوزيشن لأن ما هي دي بي ولا هي بي بي، هي head، هي tense marker، هي functional item، هي functor، هي أداة زمنية، فلا بد أن تكون بالقلب. أنا أسميه جماعة، أسميه في ناس من اللي عربوا النظرية، وهذا المنهج اللي أنا جاي له إن شاء الله بإذن الله بالأربع خمس شهور الجايات بتعريب النظرية. في ناس يسمون القلب، تعرفون بالإنجليزي يسميه head، في ناس يسمونه رأس. حنا العرب ما نقول رأس، ما نقول رأس إلا بمكان مثل المعارك والأمور الفيزيكال اللي تحتاج شيء جسماني، مثل مباراة كرة قدم رأس حربة، حرب أيضا رأس حربة، أوكي، هرم رأس هرم، ولكن أمر معنوي مثل هذا لغة قلب، القلب النابض هو اللي يعطي المعنى لكل شجرة. كل شجرة لها قلب. من اللي انتو تشوفونه؟ TP, XP, VP, VP, Big، أي واحد منهم له head.
فقد هي ما في مكان ثاني يحتوي قد الا التي. طيب اذا قد هني والبنت اللي هي سبجكت بسبك تي بي اللي هو المكان المعقول للفاعل، يا جماعه شنو المكان هذا؟ البنت مستحيل يكون هني لانه اصلا ما في مكان هني، هو اصلا لا يوجد. اكس بي كانكم شطبوا على الاكس بي، انتم قدامكم الشاشه الحين شطبوا على هالاكس بي هذا، ما في ما يصير ما يجي هالمكان هذا، غير صحيح. ليش؟ لانه اتس نوت ثيتر اول بوزيشن، هو ما هو مكان. احنا كلنا موقنين يا جماعه بانه البنت الكتاب هو طلع من مكانه، صحيح؟ ادري انكم كلكم الان تقولون صحيح، هو طلع من مكانه مؤكد، لانه مستحيل الكتاب هو مفعول به، والمفعول به هو لازم يمين الفعل كومبلمنت اوف. فكونه هنا جماعه في شيء غلط، في شيء غلط، هو صاير بين البنت وقد، مستحيل، المساله غير صحيح. وايضا موفمنت اوف ذا اوبجكت على راسي، يعني ما عندي مشكله الموفمنت الاوبجكت يصير له موفمنت، بس مو هنا، مو هنا. ليش؟ لانه هذا المكان اللي تروح له يروح المفعول به غير مفسر، غير معقول، هو غير منطقي. طيب خلونا نشوف نور ديسكورس سو نوت، عفوا انا قصدت هنا نيذر تايتر اور بوزيشن نور ديسكورس. المكان هذا ليس ديسكورس، ما هو مبتدا توبيك ولا فوكس ولا غيره، لانه ما هو سي بي. هالمكان هذا هو السي بي. جماعه خلونا نروح نشوف شنو قاعد يصير. Make recourse to the mechanism and strategies. What is relevant? هني يا جماعة نرجع ونلجأ لشنو؟ للميكانيزميات واستراتيجيات اللي قلت لكم عنها. Since we have a third world order, بما أنه عندنا world order ملخبط, object must have moved. Okay? أكيد أن الobject طلع. هذه حقيقة كلنا متفقين عليها. But this movement cannot be to a position in TP because TP is not a desired land in sight. Okay? التي بي ما هو مكان مفضل او منطقي يروح له الاوبجكت. الاوبجكت افضل له يقعد ولا يروح لمكان ثاني. No good reason to believe so in terms of feature and feature valuation. Okay. الفيتشر والفيتشر فالويشن اللي يسمونهن، اللي عربوا النظريه الى اللحظه هذه يسمونهن السمات. السمات. ما في شيء منطقي من ناحيه السمات. Okay. There seems to be a discourse motivated reason behind that. لابد انه في ديسكورس يا جماعه، والله انا شاك بالديسكورس هذا. That is object moved to a position to get certain interpretation. الاوبجكت هنا يا جماعه، انتم اقروا معي شوفوا الجمله هذه. الولد شنو جملتنا قبل شوي؟ البنت مسكت شنو؟ البنت مسكت الكتاب مو؟ يا البنت مسكت الكتاب. البنت الكتاب مسكته، مستحيل تكون فقط مثل الجمله اللي قبل شوي. يا جماعة البنت الكتاب، الكتاب مو المجلد، مسكته. اوكي فالديسكورس، there has to be some discourse. حنا عرب، ولذلك يا جماعة ارجع واقول لكم اللغويات التوليدية لا تعتمد على عينات بحث الا ما ندر، ولا تعتمد على برامج يعني مثل برامج يستخدمون اخواننا باللغات الاخرى، الله يعينهم علينا، لانهم صراحة قاسيات جدا ويحتاج تركيز. هو intuition based approach، يعتمد على حكمك انت للغة. لذلك الجامعات يعني احيانا الباحث يعرض لي صراحة لموقف، يقولوا له تعال خصوصا انا اتكلم عن بريطانيا، ترى ما ادري عن شنو النظام بامريكا، لانه سمعت انه بامريكا في كذا اكزامينر، في مشرفين واكزامينرز. ببريطانيا في انترنال واكسترنال، الاكسترنال الخارجي له 60 والداخل له 40 وانتهينا، مشرفك بغرفته ما يقعد وياه الا ببعض الاحيان. يجيبون لك اكسترنال منو؟ ارابيست، واحد متخصص بالارابيست. اظن في واحده اسمها واتسون بالفونولوجي، مهتمه بالصنعاني وباللهجات الجنوبيه، بالفونولوجي مهتمه، وجزء بسيط من البولمورفولوجي اللي هو الصوت، اللي هو الصرف. جمال أهالة طبعا معروف، ابو اللغويات التوليديه العربيه بدبلن. ايضا فيه بن عون ومأمون، عون وبن مأمون عفوا، بامريكا وكندا. فيجيبون عربس. ليش؟ احيانا اقول اوكي انت انتويشن بيست، لكن اي نيد تو تيست يو. فالمساله فيها وعليها، فلذلك دائما الطالب لازم يكون حذر بالانتويشن.
don't risk it. لا تلعب بالداتا، خلك طبيعي، يعني جيب الجمل مثل ما هي. فلا لا يعني don't يعني لا تسوي لخبطة بالداتا، خلها مثل ما هي. إلا ما تطلع بشيء yeah don't play around it yeah yeah so yeah don't manipulate it, just do it as it is right. Okay, so remedy. هني علاج يا جماعة، عطيناكم وصفة. cartographic approach. الابروتش اظن يسمونه خرائطي، اللي ترجموا اللغة، اللي يشتغلون بالعربي، المنهج الخرائطي اللغوي او خرائط الخرائط اللغوية او something. split CP hypothesis. Ritzy 1997 قال يا جماعة بانه CP اللي هو فوق، احنا شفنا CP قبل شوي، شايفين CP هذا؟ هو أصلاً ميني بروجكشنز، هو يحتوي شغلات كثيرة. لأني أنا أقول لكم جملة الآن، أنا كتبت الرسالة أوكي الساعة 7 البارح على الطاولة لما كنت زهقان أوكي، لكن شوفوا معي هذا. البارح لما كنت زهقان الساعة 7 لما داخل الغرفة على الطاولة أنا كتبت الرسالة. اللي قبل الجملة البروبوزيشن، اللي قبل البروبوزيشن هذول وينهم؟ معقول السي بي هل حيد هذا، هل واحد أخذ كل هذوليك؟ نو لابد في كذا شجرة داخل السي بي. سوى ريتزي، جاب له الشكل السكين مع الخضرة، تعرفون السكين هذا سبريد، هذا حق التوست، قطع السي بي أربع قطع، قال تفضلوا السي بي كان بي سبليت، حط جملك ايش كثر نحطه، واحده هنا واحده هنا واحده هنا وخلاص. ليش مزهق روحك ماسك لي السي بي الحاله؟ لانه الدسكورس هو بيان، مثل ما قال تشومسكي، لغه الانسان اوبتيمال تصدر وتجيب امور كثيره ولغويه وبيانيه ومجازيه. مستحيل يكون بس هالشيء هذا، هي اكثر روعه ورونق من هذا. لذلك هو مينيمالست بروجرام وليس ثيري، هو برنامج وليس نظريه. اوكي نرد الحين وين كنا يا جماعة. يس سوينا سبلت سي بي مثل ما قال الشيخ ريتسي، السي بي اللي فوق شنو صار الحين؟ البنت في فيتشر بالهيد اللي هي توبك، الكتاب قد مسكته. اوكي طبعا السي بي within split CP activating generative strategies movement، كل هذول اللي تشوفونهم تحت كلها انزحلقين، كلها نروحن فوق، كلها طلعوا فوق. تحت في مشكلة في الغاز، تسرب تحت، غلقت الأبواب، طلعوا فوق، هجم طيبنا بالسطح، حنا ما نقدر، كل واحد لازم يأخذ له دور. دور الأرض ما ينفع، أنت خذ الدور، أنت الكتاب معقد خذ الدور الثاني، وأنت يا البنت خذ الدور الثالث، وأنت يا الفئر خليك تحت بالبهو. أوكي هذه مثل الغرفة يا جماعة، هذه مثل الغرف. من اللي خلى السنتاكس، غرفة السنتاكس اللي هي الكمبيوتيشن، من اللي خلاه تسوي الشغلة هذه؟ الانترفيس قال تعال أنا معطيك صلاحيات، عندك سي بي سبلت سي بي، عندك استراتيجيات، عندك استراتيجيز، عندك الشيخ ريتزي والشيخ سينغوا والشيخ اللي يسمونه تشينغ أحيانا وسينغوا، وعندك هورنبرغ، وعندك تشومسكي، عندك بوسكوفيتش، عندك تريزا، عندك ناس واجد قاعدين يعطونك استراتيجيات وانت قاعد مقفل لي بهالغرفة. سبلت يبا سبلت، يلا سبلت بالسي بي. اوكي فالاماكن هذه يا جماعة ما تطلع لنا الكلمات بس هالشكل، في انتربتيشن، مو تعال وطبح لي بهالمكان وخلصنا. ليش؟ والله انا حاب هالمكان. حبيبي انا حاب متعاب المكان، لازم عندك ولاء، لازم عندك سبب، لازم عندك انتربتيشن، شيء يدفعك هنا. معك تصريح؟ اي والله معي تصريح. شنو؟ معي فيتشر. لحظة شنو الفيتشر هذا؟ أنا معاي فيتشر، أنا لما جيت، لما انخلقت بالبداية، لما كنت باللكسيكون قبل ورحت للسنتاكس، رحت للكمبيتيشن، أنا كان معاي فيتشر، أنت ما عندك فكرة، كان معاي داخل فيتشر. طيب شيني بالله فيتشر هذه؟ ممكن تنورنا يا الحبيب؟ إيه الفيتشر هذه اسمها ديسكورس. جميل والله، شنو هالديسكورس هذا؟ What kind of discourse؟ Topic. اوكي توبك، علشان كذا انت صار لك موفمنت للتوبك فريز، عشان كذا انت ما قعدت تحت بالشجره. شايف
يقولوا لي ليش اطلع فوق؟ عشان معي فيتشر. طيب نرجع، وانت الكتاب شلون جايبك بين القد وبين البنت بين الفاعل؟ انا بعد معي فيتشر شنو؟ فوكس نيو انفورميشن. ليش؟ لانه يا جماعه انا لما جاء الكتاب هذا من اللكسيكي كان معه فيتشر اسمه فوكس، والفوكس هذه شنو معنى فوكس يا جماعه؟ هي عكس التوبيك. التوبيك تعريفه جيفن انفورميشن، الفوكس نيو انفورميشن. أبعطيك مثال بسيط وبشوف شنو انطباعك. خلوني ثانية بس واحدة اسمع الجملة هذه. تخيلوا وأنا سولف عليكم الحين أقول لكم، فلما قطع الكيكة لما قطع أربع قطع بالسكين حق الخضرة صارت أجزاء أربعة. أنا أضمن ما حد راح منكم يقول لي لحظة قطع شنو، لأني قلت لكم قبل شوي الكيكة. أوكي، هذا given information، شيء حنا معروف بيننا وحنا نسولف. لكن تخيل أقول لكم الحين جماعة ضيع البلنتي البارح، تعال مرضي شنو أي بلنتي؟ ميسي ضيع البلنتي ضد إسبانيول. إيه بس حنا كأنك دخلت أنت تقول ضيعه البارح. آه أوكي أنا ما قلت لكم أوكي ضيع البلنتي ترى ميسي البارح في مباراة كذا كذا. لما أجيب لكم new information لازم تكونوا surprised. أوكي لما بالعربي أشطف أجيب لي موضوع ما له دخل. هذا الـ new information، هذا الفوكس. بس التوبيك هو given information، فالانتربتيشن هنا مختلف تماما. قد أنا طبعا عندي analysis، الأخوان الأخوات اللي تابعونا الآن ترى ممكن عندهم analysis آخر. أنا قلت بأنه قد هي بالhead of focus، لأنه قد جماعة هي لها علاقة بالكتاب. أوكي البنت الكتاب قد مسكته، يعني قد الآن مو بس مع البنت، ترى أيضا هالكتاب قد مسك، ممكن يسوي syntactic test هنا. فأنا متأكد لو عرضت الاناليسيس، ترى على فكرة في ناس يقول لك your analysis is not right أو is wrong، هو يعتقد ذلك، لكن ممكن تروحون عند واحد ثاني يقول لك no it's fine، كان أعتقد أنه صحيح. تمام، فما في شيء غلط يا جماعة، لا حد يشعر باليأس والبؤس أبدا. الأناليسيس يبقون محاولات، وجميلة بعد محاولات جميلة. ترى أنا أشوف أنه هني ممكن يجي واحد يقول لحظة ممكن مرضي بالفاينايت تحت، أو ممكن في بروجكشن اسمه ميراتيبتي أو اسمه سبرايز يو كان ميك أب. على فكرة مثل شوفوا سينغوا وريتزي وأيضا جمال أوهالا سووا سبليت سي بي، هذا سووا سبليت سي بي واشتغلوا عليه، ولكن لا زال عندكم قدرة بأنكم تحطون ستركتشر بالسي بي، لأنهم لا زالوا يبحثون عن أنه شنو كيف نطور سي بي يجمع كل لغات العالم. في ناس واجد، في واحدة أسترالية طلعت من أصل إيرلندي طلعت ميراتيبتي، قالت في ميراتيبتي عند كل اللغات، وأيضا أنا تشيكت عليه ولقيت كلامه صحيح. ف you can assume you can still assume هذه النظرية الحالية. أوكي يس، فهذه اشترى وسوينا split CP واستخدمنا استراتيجية. هذا حنا استخدمنا استراتيجية موجودة اسمها split CP ريجي 1997. ننزل أوكي computational system interpretive interface requirements and conditions. لما سوينا الشغل هذا يا جماعة خلونا نجي الحين للسالفة الأهم اللي هي الانترفيس. راضي علينا؟ طيب الانترفيس بيسألنا شلون سويتوا انتم، شنو شلون توصلتوا الكلام هذا. المينيمالست بروجرام اللي هو الام بي، every syntactic operation must satisfy interfaces. Unmotivated movement is disallowed. اي movement، اي ازاحه، حركه ما فيها motivation غير مبرره السبب غير مسموح. Movement is triggered by features on the syntactic item. على البنت وعلى قد وعلى كذا في features يعني يتطلبون movement fine. Or the head fog بالhead حق التوبيك وحق الفوكس، شايفينه التوبيك فوكس في feature هنا هو يسحب البنت، فممكن البنت طلعت فوق وممكن الهيد سحبه. هذه فرضية طلعتها أنا بالرسالة بأنه جماعة كان في كلام أول بأنه الفيتشر فوق وهي اللي تسحب. أنا برسالتي قلت لا، الكلام هذا ما هو دقيق. أحياناً اثنين هن يلعبن دور فيها. أعوذ بالله ما يحضرني اسمه، للأسف ما يحضرني اسمه،
انتروزم، نظرية الانتروزم، انه جماعة ترى مو بس فيتشر فوق، في احيانا فيتشر تحت تطلع فوق. وايضا قال الكلام هذا بوسكيفيتش الصربي، انسان جدا محترم توليدي، قال ايضا الفيتشر ممكن هي اللي تطلع الشغلة من فوق، مو شرط اللي فوق جيبها. فكلام ريتشي ليس دقيق بالمسألة هذه، ما هو دائما معمم، احيانا لا، اللي تحت تطلع، اللي فوق يبي يطلع اللي تحت، واحيانا الكل يبون بعض، اللي فوق واللي تحت. اوكي right. Movement is triggered by features in the syntactic item or the head in the position to which the syntactic item moves. الهيد اللي فوق اللي هو وين تروح له الايتم هذه. So movement is an alternative means of agreement. جماعة في نقطة بقولها للشباب، كل اللي يشتغلون الآن بالنظرية وغير النظرية، في عندنا عملي ثلاث عمليات يقول تشومسكي أساسيات خلا لغة الإنسان مختلفة عن كل مخلوقات رب العالم. agreement، الولد أكل البنت أكلت، agreement توافق. recursion، البنت أمس الظهر بعد المباراة أول ما وقف المطر لما كان الباب مفتوح أكلت. recursion، الجملة قاعدة تتولد generator. شغلة ثالثة، طبعا أنا أجيب بشغلة بسيطة جدا بدون تفصيل يعني، ها movement مثل ما قال مياغاوا صراحة ب 2010 وأنا أحييه هذا صراحة مبدع، يقول movement is an alternative. ترى agreement fine ولكن movement هي alternative. الموفمنت ليش تصير عندنا؟ لاحظوا في لهجات عربية، شوفوا المصريين الأخوان المصريين شلون يقولون WH، رحت فين؟ صح؟ مستحيل يقولك فين رحت المصري، أو أكلت إيه، ما يقولك إيه أكلت. عندهم الشغلة والدبليو اتش تحت، ليش اسوي له موفمنت؟ انا ليش اطلع فوق؟ لكن عندنا في شغلات اللغات موجودة بذهان الناس، ولكن الفيتشرز نفسه ما تشوفون احد عنده زيادة بكريات الدم المدري شنو، وزيادة بالفيتامين المدري شنو، ها واحد بالمقابل عنده نقص بالحديد، هالشكل الفيتشرز كذا. عندنا مثلا يا جماعة، عرفت من زميلي التوليدي الكبير مروان الجراح بأنه الديسكورس ماركر ترى is not agreeing in Jordanian. مستحيل تقولون الجلاس ترى فضة، no الجلاس ترى فضة، بينما عندنا في agreeing. فهذا يدل على لهجتنا متطورة من ناحية الفايف فيتشرز أكثر من الأردنية، تمام، بينما هم عندهم movement أقوى منا بناحية WH حسب بعض الداتا. اوكي سو الان يا جماعه الموفمنت خذوها قاعده، لولا ماكو اجريمنت ماكو موفمنت، لولا في اجريمنت ماكو موفمنت. ما دام ما زال في اجريمنت ليش موفمنت؟ الموفمنت هي الترناتيف، وفي ادله كثيره على ذلك. اوكي استراتيجي بروب جول، لبعض الخوات اللي قالوا يبون بروب جول ريليشن تو اجريمنت تشومسكي 2001. الان في شغله، البروب جول هو يا جماعه عباره عن two items، كلمة وكلمة، أداة وكلمة، قد والبنت، ها أكل والولد، كان والبنت صار agreement بعدين صار كانت البنت، كان وعفوا يكون والبنت صار كانت البنت، يكون والأولاد صار كان والأولاد. فهذا probe goal، شغلة فوق وشغلة probe goal، probe فوق الجول تحت، صار في agreement وله شروط وبعدين طلع المنتج اللغوي. okay either P or G probe goal or both needs a value. واحد منهم عنده uninterpretable feature وبزهقان يقول أبي value، تكفون بشيل هالهم اللي على ظهري هذا، بعطيه value وبقول روح يا يبا لا توريني وجهك، ماشي. okay the value is on a certain feature on either or both. ممكن على البروب، ممكن على الجول، ممكن عليهن كلهن، على حسب الداتا. رقم واحد، features come into syntax in two types. عندنا نوعين. interpretable، ترى كل كلمة أو أداة أو ضمة أو فتحة أو whatever تجي من اللكسيكال للsyntax معها feature، أو اثنين أو ثلاث أو أربعة. ولا تنسون you can still assume more features. okay
انتربتبل لما تشوفون انتربتبل لها معنى، لها معنى contributes to the meaning of the sentence. إذا lexically valued، إذا يوم هي باللكسيكون معها value. uninterpretable lexically unvalued، يوم كانت باللكسيكون ما معها value. عفوا. four. uninterpretable features must delete. هذه قاعدة خذوها معاي صح. اللي بيعرف probe goal configuration افهموا المسألة هذه، وانصحكم نصيحة، تروح الكوستا خل معك ورقة وقلم وطبق شغلة. كان كانوا، يكون كانوا الأولاد، يكون كانت البنات، وهذا وطبق السالفة هذه. uninterpretable features، الفيتشرز اللي هم دائما unvalued must delete، محكوم عليهم بالفناء بالديليشن. لازم قبل لا يروحون وين للانترفيس، مو الانترفيس راح يزعل، الانترفيس راح يدمر لنا الكلام هذا كله. تشومسكي شو يقول؟ if transferred to the interfaces unvalued the derivation will crash. الجملة راح تكون غلط وتنتهي وتفنى لما يكون في فيتشر واحدة uninterpretable unvalued وصلت للانترفيس. طيب ما عندنا مشكلة، احنا معاك يا شيخ تشومسكي، ولكن شنو المطلوب؟ delete them. اوكي للحين احنا معاك، شلون نسوي لهم deletion؟ انا اقول لكم شلون. they must get a value، يعني نعطيهم value وخلاص. طيب شلون نعطيهم value؟ نشتريهم؟ لا يبا ما تشتريهم، تسوي agreement with an instance on a counterpart. مثلا كان عليها five feature، five feature الجماعة اللي هي person gender number. اوكي person gender and number، مو خلونا من الجندر وخلونا من النمبر، واحده منها ثلاثه اثنين من whatever. طيب اوكي، كان انا ليتني لا كات راسم لكم هاي الشجره، لكن فيما ان شاء الله بقادم الايام. كان يكون الشجره هذه تي عليها كلمه تنس ماركر، يكون اوكي لانها تنس زمنيه وموجوده بالهيد تي، وتحت البنت يكون عليها فايف فيتشر، والفايف فيتشر على التي انا انتربت لانه مكانها غير، يعني هذه تنس ماركر هذه الكلمه والمكان هذا هو زمني، مش علاقه الاجريمنت فيتشر على راس على مكان زمني قلب زمني، ما يمشي الحال يعني لازم ديليت. فهي انا انتربت، ولكن لحظه تبي انا تبيهن ديليت، عندك البنت تحت، سو معها اجريمنت وديليت خلاص شيلهن. البنت ايضا عليه فايف فيتشر لانه دائما الدي بي طبعا عليه فايف فيتشر، اي دي بي البنت الولد الرجال the house the horse the sword the pen لازم في فايف فيتشرز. فصار عندنا هنا سوى بروب جول، البروب اللي فوق البروب سوى بروبنج، نزل تحت قام يسوي شنو سيرش، قام يبحث جماعه شوفوا لي احد اسوي معاه اجريمنت. I need some item to hold a probe goal relation to agreement. شنو قاعد يصير؟ do an argument. طبعا لما تجون انت من البحث نسوي argument زي كذا. خلونا بسالفة كان يا جماعة. كان سوت probe goal، لقت البنت تحت، سووا اتحاد، سووا probe goal، سووا value. البنت ايش سوت؟ قالت انا عندي interpreted valued five features، بعطيك value وتشيل هذول. سوت valuation لل uninterpretable unvalued five features on كان، شالتهم سوت اتحاد، ولما راحت للانترفيس يكون والبنت لما راحوا صاروا بالبي اف بالفونولوجيكال انترفيس بالانترفيس الصوتي، نقطة التقاء النحو والصرف بالصوتيات بالجهاز الصوتي صاروا كانت البنت، وبالدلالي وبالمعنوي نعم كانت البنت. كلام صحيح، نعم 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 كانت البنت، نعم هذا مؤنث وهذا كان يس تمام اوكي فاين باس، نجحت الجملة. تمام نجي الآن لجملتنا السابقة يا جماعة. الكتاب البنت الكتاب مسكته، أو البنت الكتابة مسكته أو whatever.
The head topic of topic phrase has you topic. تمام؟ الهيد اللي فوق عليه you topic. أنا topic topic. قال أنا عندي أنا topic. يا جماعة أنا لازم أسوي search. الأوبجكت اللي تحت عليه interpreted by the topic. The head topic, the probe, holds a PG with object, probe goal configuration or relation. The object values the U topic, the uninterpreted unvalued feature on the topic head, and the uninterpreted unvalued feature on the topic head gets deleted. The object then, طبعا هنا نوقف بال probe goal. والinterpretation يحصل بالinterfaces. خلاص إذن اقروا تحت معي. بالنقطة قبل الأخيرة قبل الأخيرة the interpretation of one and two الجملتين اللي قرناهم بالبداية ما كانت the girl held the book كانوا الولد مسك البنت مسكت الكتاب no كانت as for the girl بالنسبة في بحث لي بجامعة حائل الجماعة وفي بوزنان وفي لويس باحث أظنه أمريكي اشتغل بالنسبة لي اللي بيرجع لهم نسمي بالنسبة لي أنا سميت بالنسبة لي topic marker هي device for topicalization عفوا as for the girl بالنسبة للبنت the book الكتاب okay not anything else مو أي شيء ثاني مو المجلد مو القلم مو الشنطة she held it هي مسكته خلاص هذا ال interpretation لو كانوا تحت ما كان الانتربتيشن كذا كان the girl had the book البنت مسكت الكتاب ولكن لما صعدن فوق كلهن تغيرت المسألة لأنه اقروا تحت كلش object moves in computation بالsyntax object طرع to positions أو to opposition sorry where أنا اللي قصدت إنه items where they get the full interpretation and the new interpretation due to features existent on them فالمفعول به عندنا الان كان على feature هذا اللي طلعوا فوق at in sorry والله المفروض معدل لتحت sorry in a 1-2-1 position interpretation fashion شو يقول سينغوي او سينغ 1990 يقول كل مكان له تعبير خاص ايضا اوهالا 1997-1994 كل مكان له interpretation خاص فيه ما يصير المفعول به يطلع فوق وما يكون تغير الانتربتيشن ما يكون تغير المعنى غلط الكلام هذا فنرد شوي فوق result النقطة 1 2 3 4 5 6 7 result the structure in 1 2 does not express a discourse free proposition ما كانت الجمل مثل ما احنا مفتكرين it is in fact extra propositional المسألة فاقت proposition المسألة فيها كلام ثاني فيها ديسكورس طبعا نشوف بانه الكلمات طلعوا فوق احيانا يجي واحد يقول سبيك هيد كونفيجريشن هذه مساله اخرى سبيك هيد ما دام بروب جول حصل سبيك هيد يبقى مساله يسمونها ريكورد راح اتكلم فيها بتويتر وبامور اخرى ان شاء الله انا اسف جدا لاني اطلت عليكم لكن اتمنى اني قدمت شيء صراحه for can contribution معايا دكتور محمد ايوه تفضل دكتور تفضل اوكي contribution انا اظن بحثي هذا اللي احنا سويناه هالشغله اللي هالبسيطه هذه focalization or focus can be interpreted spelled out at pf interface at the phonology as the spell out of cut هذا contribution أنا جبت لكم دليل مثلاً عبد القادر الفهري دكتورنا الحبيب عبد القادر الفهري قال قد بالتي صحيح ولكن قد ممكن تروح للفوكس فوق and interpreted at LF interface بالsemantics and pragmatics as new information focus شغلة ثانية Arabic left periphery اللي هو CP يا جماعة ما هو يسار الجملة الحقيقية seems to be in par with Ritchie مع ريتشي سكيلتون ريتشي يقول topic تحت focus وتحت topic طبعا في فرانس كاريلي and هنتن هولز قالوا هذا اشتغلت انا مع اشتغلت على منهجهم بالرساله انه في 3 types of topics اوكي هذه شغله بعد زياده بالكارتوغرافي
توبيك وتحته فوكس وتحته ممكن يكون في توبيك، معناته هذا contribution بعد كويس. الأخيرة move is indeed triggered by information structure reasons. information structure اللي يقرأ العبارة هذه يقصد فيها left periphery topic or focus وغيره من المسميات الكثيرة. هذا ما يقصد في information structure، ليست الجملة الحالة proposition. okay لا، ما هو فوق proposition. خذ معي الجملة هذه، المهندس فتح البرنامج، تمام؟ كأن المهندس فتح البرنامج، اختلفت المسألة. المهندس فتح البرنامج بالكتابة هي موجودة، ولكن إضافة كأن يا جماعة غيرت السالفة. حنا الآن بinformation structure ولسنا بproposition. كل الشكر يا جماعة، ولكن جاي لنقطة. remember you can assume more features. دائما لما تقع بمشكلة، خذوا مني، لما تقع بمشكلة تقول هذه فيتشر هذه فيتشر هذه منين ألقى لها valuation، you can assume features. you can assume features ما دام الفيتشر هذه ترضي الانترفيس. you can assume more features on ahead to allow for some phenomena، لأنه عندك ظواهر. given that such features satisfy the interface system. خذوا معاي كأن فيها شنو يا جماعة؟ خلنا نحط لها فيتشر أبستاميك. ها؟ ممكن أبستاميك، توافقني الدكتور محمد؟ سم يا قلبي، تعيش حبيب قلبي. الكأن، كلمة كأن، لو نبي نحط كأن محمد، كأن محمد أنهى البحث، أو كأنه محمد، كأن محمد أنهى البحث، كأن توصف جميع البروبوزيشن. كون محمد، كون محمد أنهى البحث، هذا ماي أناليسيس. ولكن لحظة، جينا لشغلة ثانية، هذا موجود، هذا شغلي بالثيسس. غديه محمد أنهى البحث، لحظة، غد الآن لا تتحدث عن البحث وعن إنهائه، تتحدث عن محمد، لأنها اتفقت مع محمد، تمام؟ طيب كأن شلون نسوي بروب جول؟ كأن في 5 فيتشرز. طيب كأن إيش علاقته 5 features؟ you can assume 5 features on you can assume 5 features on كأن to allow for the critic. يجي الانترفيس يقول لحظة، أنت ليش حطيت لي 5 features على كأن؟ وين قاعدت؟ لحظة يا سيدي الانترفيس، ولا يكون خاطرك إلا طيب. ال 5 features يا حبيبي لأنه كان في critic، وكليتك تعرف أنت is a result or outcome of 5 features. and 5 features are a means of expressiveness of language as Miyagawa 2010 says. فك you can assume features. لما تبلش سولف ويا مشرفة قلت تعال دكتور can I assume feature كذا feature كذا، أنا بعمل سابق I assume relativity على some item، بحث سيظهر قريبا مع بعض الزملاء إن شاء الله. لكن لما طلعت في movement قلت ولي هذا شلون نحله؟ آها movement في focus feature، so I added focus feature on to the feature grid of this item to account for the movement of the item and it still holds true as far and as long as it satisfies and it pleases the interface system. All right. Thank you very much in a very generative way. Okay. أنا حاطة بالطريقة التوليدية ترى هنا. الله يعطيك العافية، والله يعطيك العافية. الله يعطيك الصحة دكتور محمد حبيب قلبي. خلينا على الإطالة، أنا معك. لا بالعكس، والله أكون معك صادق. أنا استمتعت كثير وأتوقع الأخوان استمتعوا بصراحة، شيء رائع. أقل حاجة إنه عرفنا الآن إنه النظر إنه ما بقول إنه البروجرام حق تشومسكي ما بني عبث، يعني في كل يعني كل أداة موجودة فيها في في هالبروجرام في هالبرنامج له فائدة له عمل. يعني مثلا عندنا الفي بي الصغيره هذه والبي مثلا لها عمل لها وظيفه، مو اي واحد يروح لها، مو اي كلمه تكون تحتها.
التي والتي بار هذه مو أي واحد يكون تحتها، التي بي مو أي واحد يكون تحتها. فالعملية الموفمنت مو التحريك الكلمة من مكان إلى مكان ما يبني عشوائيا. في أمور يعني في أمور أكثر في أمور ما أقول تعقيدا، لكن في 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 بروسس، في عملية تجري، في عملية نحوية تحصل في المرحلة الأولى، وبعدين حينتقل للعملية اللي هو الصوتية اللي هو البي إف، بعدين تنتقل لعملية المعنى اللي هو الإلاف. ففي عمليات تسير، لذلك ما نقدر نحكم على البروغرام إنه بروغرام يعتبر بسيط أو لا. البروغرام يعني شيء كبير. هذا هو اللي اتضح لنا الآن من شرح الدكتور. الله يقويك. بس في نقطة بس ودي أرجع للإنفورميشن ستراكشر الله يخليك. بالضبط. في نقطة تكلمت عنها الانفورميشن ستراكشر، ايوه هذه الموف، تحريك الكلمة من مكان من موقع الى الى موقع، زي ما ذكرت البنت نسيت البنت البنت الكتاب مسكته، ايوه الكتاب مسكته. هذه 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 ترتيب الكلمات بني يعني رتبت او بنيت هذه الجملة عن طريق الموفمنت، يعني او جزء منها عن طريق الموفمنت، عملية الموفمنت او التحريك من مكان اصلي الى مكان الى مكان يكتسب خصائص معين. في الانفورميشن ستراكشر اخوان اوينز هذا وهذه ترجمها على انها النظم، وهذه ذكرها عبد القاهر الجرجاني في كتاب دلائل الاعجاز، ذكر تكلم عن النظم وتكلم عن النظم. يسمونها النظم دكتور؟ يسمونها النظم، اي ترجمها على انها النظم. ممتاز. انا ما اقول لك دكتور، انا فقير من الناحيه العربيه. لا يعني والله كلنا والله بالترمينولوجي دائما ادور عن المسميات، فكويس. لا والله زيك انا اذكر يوم كنت اشتغل على الانفورميشن ستراكشر توسطت مع مجموعه من ضمنهم استاذنا وعزيزنا وحبيبنا الدكتور عوض الجميعي. دكتور عوض ما شاء الله تبارك الله شغال في الامور والنظم هذه، تعتبر حتى اول ما سالته قال لي محمد ترى الموضوع ترى النظم هذا كبير، يعني ما هو شيء ما يعطى عن طريق او يمكن التحدث عن طريق رساله او رسالتين. لكن احب الاخوان الدكتور عوض الجميع ان شاء الله راح يكون معنا باذن الله، حيتكلم عن النظم اللي هي ترجمتها الانفورميشن ستراكشر. طبعا ما ترجمتها بصراحه، هو جوناثان اوينز. تعرف جوناثان اوينز دكتور؟ جوناثان اوينز هو ترجمها في 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 كتابه عن الانفورميشن ستراكشر في اللغه العربيه او في العربيه. ما شاء الله دكتور مدري بسالك، روح للتري دايج الشجره، خلينا نروح للشجره حلوه حبيبي. اوكي هذه ايوه انا ما اشوف الاي بي، الاي بي هذه راحت لغت دكتور مرضي. انتهت نعم بالمينيماليزم انتهت. نو ات دزنت اكزيست. الاي بي كان اسمه انفليكشنال فريز لانه يحوي امور انفليكتد، مثل عندنا بالعربي كان كانه، وتعرف في شغلات كثيره يعني اثبتت اللغات، يعني في عندنا لهجات بالسعوديه اللي يقول قدها قد جت من قد، وقدها يقولون اظن يقولون قدها صح او قده او قده او كذا، فهذا هذا دليل انه في انفليكشن هنا ولغات كثيره. ولكن بالمينيماليزم لما صار البرنامج مينيماليزم فحذفوا الامور الزايده البردن اون ذا اون ذا انترفيس، قالوا يا جماعه في بعض الامور لازم يجي، مثلا التي هذا تنس خلاص، تنس ما يحوي الا التنس، لذلك الاسبكت فريز وبعض الامور الموجوده مثلا عند الله يذكر بالخير الدكتور. قضيه دكتور مرضي، قضيه الاسبكت والمود في اللغه العربيه تعتبر قضيه في المينيماليزم ولا تعتبر غير ما هي قضيه؟ لا والله قضيه والله دكتور، يشتغلون كثير عليها اللي يشتغلوا على سينجوي، يشتغلون على الكاتوغرافي حق الهيراركيكال ستراكشر اوف سينجوي، انه المود فوق وتحت. وحنا اشتغلنا بش اسمه اذا مرت عليك دكتور محمد لي بحثنا الدكتور مروان بايتاليان جورنال اوف لينغويستكس عن كلمه شكل، عندنا بالشكل بالاردني وشكل بنفس المعنى هي بنفس المعنى ابدا لا تختلف نهائيا، انه الكتاب شكل الكتاب عفوا دكتور قصدك انتم اشتغلتوا عليها في لهجه حايل ولهجه الارجح اللهجه الأردنية. اللهجه الاردنيه، ولكن بتطبيق المينيماليزم، تطبيق المينيماليزم ولكونها نفسها، تعرف ترى لهجه حايل فيها، اللهجه الاردنيه فيها شغلات كثيره من لهجه حايل، ولكن الستركتشر هو واحد.
ففي انها مود وانها ايفيدنشياليتي وانها تحرك فيها شغله من هنا وهناك، هي ايفيدنشيال بارتكل، لانه بالاساس لما تقول شكل يعني انت تعطي ايحاء بانه شكله تبي تنظر، عندك ايفيدنشياليتي، انا شايف غيوم يا جماعه ولا شام ريحه ندى ولا سمثينج لايك ذات. فالمود هنا، المود تحت، المود فوق. فاضافه نيو ستراكشر بالابحاث العلميه تبين لك يا جماعه والله سنجوي صح، سنجوي ما كان دقيق هنا سنجوي، فالمود موجود واشتغلت عليه واحده من زميلاتنا اذكر اسمها الدكتوره بشار عتيبي موجوده امام جامعه الكويت، اذكر انها اشتغلت على شغله زي كذا ما شاء الله على المود في اللهجه الكويتيه ولا في اللهجه الكويتيه يا مثل نعم نعم مثل ما تذكر نعم كانت تشتغل شغله. يا ليت يا دكتور مرضي لو مثلا حصلت على عنوان او كيف طريقه ممكن تزودها لنا عن طريق الهاشتاج على اساس الاخوان اي نعم نعم والله فرصه والله يا ليت والله تفيدنا. راح ارسلها بعد شوي ان شاء الله. يا ليت والله ابدا دكتور مرضي على تواصل معاهم، وكان في مؤتمر عندهم لكن للاسف اللغه بس سبب المشكله هذه الله ان شاء الله ينهيها. مؤتمر اللي هو حق كامبري صح؟ لا كان عندهم مؤتمر بالكويت. الكويت ايوه اذكر كان في مؤتمر ترجمه وحاجه كذا ولا انا غلطان يمكن. بالضبط وعندها لغوي كبير من اوروبا كان يبي يحضر. لا مؤتمر كامبريدج بعد الله يعيننا عليه والله دكتور والله روح. لكن يقولون تقول تيريزا بباوا تقول ان شاء الله اونلاين يمكن يعقد. لا يعقد ان شاء الله يعني كانوا متفائلين تقول يعقد بشهر 9. كلمت اندس انا وقال لي راح يعقد ما عليك، لكن انا اللي يعني تعرف سبحان الله ولا كنت يعني والله فرصه، ولكن الحمد لله الحمد لله ستيل هولد. بقول لك دكتور المود والامور نعم نعم شغاله والله البرامج هذه واللغه ترى واللهجات العربيه غنيه غنيه غنيه. يعني اذكر حتى اندس مره يعني قاعد يقول انتم لهجاتكم يعني صراحه في اشياء كثيره زي المود والاسبكت والتنس هذه اشياء وبعدين يعني معقده لكنها حلوه بصراحه. ابى اسالك سؤال ثاني دكتور مرضي من حكم احتكاكك في 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 البروجرام حق من المنزل في ظاهره تكلمنا عليها امس مع الدكتوره منيره نزلك الله يذكرها بالخير ظهرت وانت برضو تكلمت عنها بس ما يعني تكلمت عنها كانها صفات اللغات البشريه او ما يميز عن اللغات البشريه عن اللغات الاخرى اللي هو ظاهره الاجريمنت الاتفاق ما بين الفاعل والفعل. الان قضيه الكوردينيشن اللي هو مثلا تكلمنا انت ذكرت هنا بس ما ذكرت الاجريمنت بشكل عام الاتفاق بشكل عام اوكي كوردينيشن ذكرتها بشكل ها اللي هو الظاهره اللي تقول مثلا راحوا محمد وخالد خلاص وبس ما نقول راح محمد وخالد مثلا خلاص فهمت عليك راح محمد خالد وليس راحوا محمد وخالد اوكي في احيانا مع المثنى نقول محمد وهند راحوا راح محمد وهند او ما نقول راح محمد وهند نقول راحوا محمد وهند بس نقول راحوا محمد وهند بس ما وراح خالد وعبد الله نقول راح خالد وعبد الله اوكي نقول مثلا خالد عبد الله راحوا اوكي راح خالد وعبد الله اوكي أيوه. وبعدين نقول خالد عبد الله راحوا خالد عبد الله راحوا اوكي والثالثه خالد عبد الله راح ما نقدر ونقدر اجيب المؤنث ابجيب مؤنث مثلا راحوا محمد وهند ثواني محمد وهند راحوا محمد وهند بس انا اشوف انه ما كويس لما اقول راح محمد وهند فهمت علي اوكي يس لا في طبعا هذه يعني بصراحه الموضوع معقد اكثر من هذا يعني بشكل مبسط مره 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 لكن هل في دراسات في البروجرام بالنسبه نعم في دراسه اسمها First Conjunct Agreement حق بن مأمون بن مأمون وفيه قبل بن مأمون دكتور في قبل بن مأمون انا نعم نعم بن مأمون بس مات ما كان واضح لا في لا في 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 قبل بن مأمون بانه ولكن من اللغه الصراحه اللي ابدعت بالفيرست كونجكت اجريمنت العربيه صراحه لذلك بن مأمون كان طاغي على الساحه وحي بحثه صراحه لكن في ابحاث دكتور انه انا لي نظره اخرى بالمساله هذه فيه الهد هذا الهيد كونج اوف كونج فريز هذا حق كونج بي
Yes, Conch B. يعني على تكتور. في five features. الfive features يسوي agreement مع الفاست كونتنت لأنه يسوي C commanding بالprobe goal راح ينزل. ولكن بالminimalist link condition. أها أوكي أوكي. Minimalist أو closest link condition نسيت اسمه شوي غريب. هو condition معروف بالminimalism اللي يقول لك لما تنزل تسوي agreement تسوي مع أول واحد. مو تنزل يعني مو تنزل وتشوف لي واحد ثاني، لا لقيت واحد خلص من عنده. يعني انت طالع من بيتكم تبي تعبي بالمحطة الثانية عشان عندهم آيس كريم أحسن من ذاك، لا تعبي بنزين ما طالع تأخذ آيس كريم، عبي من المحطة الأولى. فهذا لما ينزل الهيد لما يسوي agreement عليه five features agreement features ينزل عنده اثنين. عنده مثلا راح خالد وراح سوري راح خالد راح خالد وعبد الله نزل سوى اجريمنت مع راح مع عفوا مع خالد ما سوى مع عبد الله. لكن لما نجي نقول راح خالد وعبد الله ما تجي صح؟ راح خالد عبد الله والله انا تركيز على المؤنث اكثر يعني مثلا أوكي. راح خالد وهند اوكي بس راح والله راحوا محمد وهند خلينا ننسى موضوع انا اعتقد لا بس انا لعلي افيد دكتور انا اعتقادي بانه راحوا خالد ومحمد وهند لماذا ما تصير راح محمد وهند للسبب التالي لو ابي اكتب بيبر راح اكتبها بالطريقه التاليه بانه راح بفيز وهند ومحمد بفيز محمد وهند سووا اجريمنت مع هيد اسمه اجريمنت وخلاهم بلورال لما الهيد كونج سوى اجريمنت بروب جول مع اللي تحت لقى وان فيتشر بلورال فصارت بلورال اها اوكي ذاتس ذا اونلي بلوسيبل اسامبشن في دراسات عليها حاليا قليله دكتور انا قريتهم ب 2016 وبطلت يا اخوان الناس اللي مهتمين بالبروجرام حق المينيماليزم يبغون ظاهره هذه ظاهره من الظواهر اللي هو الكوردينيشن اللي انا يا 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 الحلول موجوده يعني بالنظريه شوف اللي عارف البروب جول يا اخوان جميعكم اللي عارف البروب جول وعارف شنو قصه الفيتشر وشنو قصه الانترفيس وشنو قصه البيك Phase impenetrability condition راح يتفلسف على اللغة الآدمية وراح يطلع analysis لأي ظاهرة لغوية لدرجة أنه قادر على أنه يخلق موضوع لدراسة دكتوراه كل يوم. كويس ابدا طيب نعم. دكتور مرضي تسمح لي أبروح لأختنا شذا. تفضلوا أختنا شذا السلام عليكم. مرحبتين هلا شكرا دكتور مرضي. هلا دكتورة هلا والله. حابة أسألك عن the aspectual marker قد. Don't you think that we can omit قد because I don't think that it's obligatory in Arabic. وكمان شفت الكاتب تحتها equivalence has plus verb. So كمان أبو حابة أسألك يعني هل لها يعني straightforward equivalent in English؟ هذا سؤالي الأول. وإذا كنت تشوف إنه في نعم فعلًا لها straightforward equivalent in English how can you prove that؟ السؤال الثاني متعلق باللغة الإنجليزية. بصراحة ما عندي يعني good background عن theory بس أنا حابة أسألك عن الفرق مثلًا sentences that contain irregular past verbs as compared to sentences with inflected main verbs. Do they undergo the same computational analysis? Because نفس الحكاية مع يعني agreement يعني when we compare verb to be as compared to main inflected main verbs هل هما يعني نفس الشيء يتعامل يعني ولا لا لأنه أتذكر أني قرأت مرة أنه was and where أتوقع هذا ممكن ينطبق على irregular past verbs أنهم they are derived directly from the lexicon the same way I'll start دكتور شذا thank you so much Yeah, no, just stay with me, please. I'll do it backward. I'll answer the question too. Verbs are derived the same way because they are verbs and they carry tense. أنا يا جماعة برسالتي تعرفون دكتور محمد والغالبية يعرفون بأنه العرب انقسموا قسمين.
بالنسبه للافعال فيك perfective و imperfective، ما ادري انا عرضت الكلام هذا كله تمام بالمأمون وعون والباحثين تحيه لهم واجلال، ولكن انا عرضت الكلام هذا ووافقني وافقني اندس، ولحسن الحظ وافقني اوهالا، لانه اذا ما وافقني اوهالا هذه اشكال كبير انه انتم عارفين من اوهالا وارابيس ممكن يسبب مشكله، ولكن كل الشكر له وتمنياتي له بالصحه ان شاء الله. وافقني لشغله واحده تتعلق بالانترفيس، يا جماعه الانترفيس ممكن يحل لنا كل شيء. الفعل يجي واحد يقول لا يحمل زمن، كيف لا يحمل زمن؟ طيب بيرفكتيف راحت تروح، امبيرفكتيف كيف ما يحمل زمن؟ تروح معناته تذهب في الوقت الحاضر، اذا تحمل الزمن. ولكن قدر الله بانه يكون الفورم الديفولت فورم تروح او يروح. فالمساله بسيطه دكتوره شذا، It's not that I assume, but I argue that every syntactic category termed verb is derived the same way universally. So what I count regular, irregular, inflected, uninflected, or whatever it is, it's derived the same way. There's no other way to explain this. And there's no other way to argue for this because there is no good reason with respect to the minimalist program. حنا بالبروغرام نؤمن بأنه لا، ليش نقول انه الفعل هذا بالطريقه هذه وهذا بالطريقه هذه؟ في سبليتيف اناليسيس اللي هو مثل شو يقولوا معاي، اللي هي مثل جوز وجيز والسوالف هذه اللي تكون انترنال داخل الكلمه، شيب الامور هذه، ولكن هذه بالمورفولوجي، والمورفولوجي هو جزء من السينتاكس، لكن جزء يكون داخل السينتاكس ولكن مختلف قليلا. عموما بالمينيماليزم دكتوره نو وي بيليف اتس ذا سيم ات ليست ان ماي ثيسس which I proved it which I did it يعني it's not opposed to. النقطه الثانيه دكتوره ردي لي بالله سالفه قد قلتي لي قبل شوي قد هاوس is the equivalent counterpart in English. انا احس انه مو وجودها مو ضروري يعني it's not I don't think that's obligatory. اوكي يعني... البنت الكتاب مسكت. Yes, I'll give you something to compensate for قد. In Arabic, look, interface, يعني بالinterface نقول دائما بأنه لا يوجد أي كلمة ليس لها معنى. لذلك يا جماعة أنا أعتذر من كل إخواننا العرب بأنه أنا برسالتي كتبت بأنه شيء اسمه ضمير متصل، هذا خطأ، لا يوجد شيء خلقه الله اسمه ضمير متصل، كل ما نراه ليس ضمير متصل، ما في شيء اسمه ضمير متصل، هذا ليس ضمير متصل. أنا بلغوي أنا بشغلي لا أعترف بشيء اسمه، يعني عفوا يا جماعة لا تفهمون غلط، ولكن لا يوجد شيء اسمه ضمير متصل، أنا لا أؤمن بشيء اسمه ضمير متصل. فكرة يعني ما هذا افتراضية ممكن دكتور يتعرف. لا هو دكتور هو approaches، في ناس يؤمنون لأنهم عندهم account، أنا لا أؤمن فيه لأنه عندي account، ولكن من الطبيعي دكتور نحترم بعض، لكن أنا جايب دليل على صحة كلام الدكتورة شذا بأنه قد تمسح، قد ممكن تكون null. مبني على النظرية ولا مبني على الديتا؟ لا على النظرية، على الانترفيس. الانترفيس بالمينيماليزم صراحة صرت اخاف منكم حقين المينيماليزم. لا هو لانه دكتور التوليدية هي فكرية ذهنية يعني اكثر من ان نحوية، قال تشومسكي هو نطالع بذهن الانسان قدر، لذلك دائما اللغوية التوليدية تكاد تكون جزء لا يتجزأ من اللغويات الجنائية او انها انخوات. طيب دكتور الآن مثلا كأنه محمد، كأنه محمد أنا بالرسالة مثلا أثبت بأن الهاء هذا هو ليس ضمير، هو رسالة من السنتاكس إلى البي أف بأنه تعال في أجريمنت هنا، يجي البي أف يسأل لحظة هذا مجرد صوت، أنا ما أقدر أبرر لكم، مجرد كلمة هاء بين كأن ومحمد، أنا كانت عندي كلمة الأداة الإدراكية غدي أو ترى. طيب وش المسألة؟ يجي الألف الانترفيس الذهني والمنطق والدلالي والمعنوي، يجي يقول أوكي فهمنا، هو يقصد بأنه محمد وليس غيره، إشارة بأنه تعال this one in syntax محمد الفاعل وليس المفعول الذي كان تحت
الاعتقاد بانه كذا كذا كذا. لذلك لجت هذا موضوع نفس المنطق عفوا دكتور، اقول موضوع يعني يبدو لي انه متشعب مره كثير اتوقع جدا. بس يا بس اعتذر منك دكتور، بس بجاوب الدكتور هند. نعم دكتوره، ممكن تعوضين تشيلين قد ما دام فيه الترناتيف، وهذا الالترناتيف اذا وافقني الدكتور محمد بانه هو متخصص بالمجال هذا، تخيلوا معي نقول البنت الكتاب مسكته، انا اعتقد الالترناتيف دكتوره شذا، the alternative is to stress to contrastively stress الكتاب and in this way we can delete قد. I would assume انه لما نضغط الكتاب بال بي اف راح يكون الانتربريتيشن لسه هو صح ولا لا، لما نقول البنت الكتاب قد مسكته، لكن لما نضغط الكتاب نفس الكلام، الكتاب وليس غيره، ممكن هذا. لكن مسألة الديليشن شذا، yes I agree with you. طيب إذا ممكن أن نحذفها، كيف نميز بينها وبين الاسبيتشوال يعني الباس الماضي العادي؟ فهمت علي؟ لأنه أنا أشوف كاتبها الإكوفيلنس لها has something يعني as if it's present perfect. So طيب في العربي is it discourse شذا، do you read it in a discourse, do you have a reading discourse reading like قد يصدق الكذوب قد يصدق اللص. هذه جملة أذكر والله يا جماعة كنت أسألف بالمناسبة، لازم تكونون مو لازم ولكن بس يعني أحاول أنشط عندكم مسألة أنه دائما تكونون انتبهوا. لما كنت بالفايفر جمال وهالة معي قلت قد يعني كتنس، قال لا مرضي فيه قد يصدق الكذوب، قالها باللغة العربية، قلت والله إنك صدق، والله إنك أنا صدوق صراحة. فشنو لازم نكون منتبهين، قد لها تو انتبتش. وعلى فكرة دكتور أخذ الفرصة هذه وأقول لكم بأنه قد التنس مكانها بالتي، قد الثانية حقت يصدق الكذوب وين مكانها؟ بالسي. مستحيل تكون ببداية الجملة تحت أبدا، هذه أول ما تخلق بالسي لأنه مكانها هنا. ليش؟ لأنه الفيتشر اللي عليها ديسكورس. فدكتورة على حسب المكان وعلى حسب الفيتشر وممكن تغل. أنت كأنك سألتيني سؤال أخير دكتورة شذته مو؟ لا خلاص الله يعطيك العافية. وضح دكتورة؟ فممكن الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. العفو دكتورة. سؤال ثاني دكتور في أحد؟ هلو؟ دكتور برضي تسمعني دكتور؟ ايه معك الحين سمعت. في سؤال ثاني خلينا نروح لاخونا الدكتور سعيد. دكتور سعيد تفضل. دكتور سعيد السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. يعطيك العافيه دكتور محمد، دكتور مرضي هلا. على اللقاء الممتع واستخدمت امثله حياتيه في هذا الموضوع المعقد وكان طرحك لذيذ وممتع. انا عندي يا دكتور سؤال عام عن النظريه اللي نظرية تشومسكي، ماذا تقول لمن ينتقد النظرية أنه أولاً it is decontextualized، هذه أولاً. ثانياً توقفت عند المينيماليزم أو المينيماليست بروغرام، ماذا تقول لهذا الانتقاد؟ وشكراً جزيلاً. حياك دكتور. دكتور بالنسبة للانتقاد أنا قمت ألاحظ مؤخراً اللي ينتقدون وما أخفيك والله ما قمت أقرأ لهم بصراحة. اولا لابد يثبتون بانه يعني بشغله بسيطه لابد يثبتون بانه تطبيق النظريه طلع غلط. يعني عندك الامور اللي احنا قاعدين نفسرها، مثلا عندك الخرائطيه بمنهج تشومسكي، هل فعلا غلط الكلام هذا؟ اثبت ريتزي اليونيفرساليتي بالانفورميشن ستراكشر، اثبت بانه فيه مبتدا وفيه فوكس نيو انفورميشن، تحته توبيك وفوكس وتحته العديد من انواع العديد من الـ يعني ما بدي شو الارقام التوبكس المبتدا 1 2 3 4 الى ما لا نهايه. اثبت الكلام هذا واثبتت لغات كثيره الكلام هذا. ايضا مساله سالفه الانتنس، انه اللغه يعني المنهج تشومسكي اثبت كلامه من عام 1957 لما تشومسكي عارض سكينر حق البيهيفيرست، لما قالوا يعني وتابعوها الناس بانه يقولون انه اللغه
الإنسان يتعلمه من حوله أوكي ما في مشكلة، ولكن الأخطاء اللي يتعلمها الولد من أبوه، معقولة في أبوه يقول I go, ED، مستحيل الولد يسمع كلام هذا من أبوه. المسألة إنتنس. المسألة الثالثة دكتور اللي هي الأبحاث اللي موجودة واللانجوج فاكولتي وكون التحليل والبراكتس اوف ذا ثيري واستراتيجيات لا زالوا الباحثين يستخدمونه ويستنتجون معظم ابحاثهم بنفس النتائج ويضيفون على ذلك. فعلا اللغه العربيه طلعت مثل الايطاليه مثلا بعوائل اللغات، اشتركنا بامور كذا، بل بالعكس اللغه الايطاليه العربيه طلعت انها طلع حتى بالادوات الادراكيه بتخصصي العوائل اللي مثل بعض مثل الساميه مو شرط انهم يحصلون على نفس العدد الكافي او العدد الكبير من هذا من هذا من الادوات الادراكيه او من الظواهر اللغويه. المنهج التشومسكي انا ماني عارف، والله ماني عارف الناس شلون قاعده يعني تنتقد على شنو، انا ماني فاهم. كونه وقف لم يقف، مستحيل وقف، تخويات التشومسكيه ما وقفت. وبعطيك شغله، انا بالنسبه لي يا جماعه أنا سالفة الكوفيين والبصريين لما اختلفوا بالمبتدأ بالفاعل الذي يسبق الفعل، هل هو مبتدأ ولا فاعل؟ جماعة في عرب أقحاح بهذاك الزمان يختلفون بالطريقة هذه. اللغويات التشومسكية بعطيكم إياها بطريقة بسيطة، اللغويات التشومسكية مثل مخلوق حنا قاعدين نعطيه تصورات من زمان، شيء حنا قاعدين نعطيه يا جماعة في شيء تحت الأرض بعد سنوات كثيرة اكتشفنا من النفط، تمام؟ جينا وحاولنا باللغة التوليدية بأننا نتصور كيف تشتغل اللغة داخل الذهن، هذا بعد ما طلعنا argument بأنه اللغة تتولد توليد داخل ذهن الإنسان، وحطينا هالترميز هذا وجبنا قواعد وثبتنا بأنه مثلا head movement constraint intervention effect مثلا ريجي اثبتت فعلا. اعطيكم كلكم الان مثال، تعرفون يا جماعه كلمه من يقول كلمه تقل؟ من يقول تقل؟ تقولها دكتور محمد تقل؟ تقل لا. لا انا في لهجتي ما اقولها بصراحه شخص. طيب هي ديسكورس ماركر. طيب سمعتها مسموع. أوكي. بالنسبه للي يقولون تقل، تقل اخذ الولد الكتاب، أتحداكم تقولون أخذ تقل الولد الكتاب، مستحيل. أثبتوا أيضا علماء الناس اللي كتبوا بالدسكورس ماركرز أثبتوا بأنه بعد ما فشلت، يعني اسمحوا لي اللغويات الباقية بعد ما وقفت، ليست فشلت، وقفت بأنه الدسكورس ماركرز هي مجرد كلمات ممكن تكون adverbs وغيره. منو اللي جاء وأثبت بأنه الدسكورس ماركرز هما دسكورس؟ اللغويات التشومسكية، لأنه اللغويات الباقية وقفت عجزت قالت والله ما عندنا طرق كثير زيادة نثبت. هذولا جابوا الشجر وأثبتوا بأنه دائما الدسكورس ماركرز يكونون كلوز إنيشال، يكونون بداية الجملة. إذن وين؟ إذن يا جماعة، إذا أنتم تشوفون السلايدات إيه نشوفها دكتور. إذن هنا بالسي بي، والسي بي هو مكان البيان والمجاز بلغة الإنسان، فهذا دليل كبير عند التوليدين بأنهم حلوا المشكلة هذه. الهيد موفمنت كونسترين، تشوفون السي شجرة السي بي في سي هيد، في شجرة التي بي في تي هيد، شجرة الفي بي في في هيد. يقول لك الفي ما يطلع على الفي إلا لسبب مقنع، مسألة إنه ما نقدر نقول أخذ تقل الولد الكتاب لأنه الفي تو في ما يقدر، هذا الفي ما يقدر أطلع الفي هذا. الكلام هذا موجود بالألمانية، بالبافارية الألمانية، وببعض اللهجات الإيطالية، وبالكتالونية، وباليونانية، وبالحائلية برسالتي. فهذا دليل يا جماعة لأنه فعلا اللي أثبت اليونيفرساليتي هو اللغويات التوليدية ولازالت تثبت. إذا في قصور يميني صار لابد في قصور، بس صراحة ما أثبت. أبعطيكم شغلة واحدة بس نهائية محمد، ستيفن بينكر حق اللغوات الإدراكية، واللي هو أصلاً طالب من طلاب تشومسكي، أساساً هو تبع تشومسكي لأنه إدراكي،
شنو قال؟ يا جماعة والله مرة شفت اليوتيوب قفلته على طول صراحة، قلت والله حرام أنا لو متابع مسلسل كرتوني أفضل. تدري شنو قال؟ قال أول نقد على تشومسكي بأنه لم يختبر لهجات العالم. تعرف كم لهجات العالم؟ يا بينكر أنت عارف كم لهجات العالم؟ على الأقل تم اختبار لهجات كثيرة من العالم وأثبتت أنه فعلا في قواعد وفي ضوابط وفي موانع قاعدة تشتغل بذهن الإنسان. إذن اللغة اللي بذهن الإنسان يجمع لغتنا واحدة والنحو واحد، بينما تجي تقول في تباعد اللغات يزعلون العالم. كيف تباعد اللغات؟ لا تقول ذلك. كل شيء أحب فيك إلا حاجة واحدة، تفضل. إن فشلت اللغات الثانية اللغوية. لا 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 دكتور، أنا اعتذرت عنه صراحة. أنا ما قصد، أنا أقصد ستولد وكتبته هنا. لما تقف يقف المنهج الوصفي يقف خلاص، استنفذ كل طرقه وقال بس والله أعذرت يا جماعة أنا ماني قادر أمشي خطوة قدام. أنا هذا اللي قصدت. بقول لك شيء، أنا إن شاء الله بس نخلص الأخوان أسئلتهم وراح أسألك على الشنطة حق الشنطة اللي تكلمت عنها وأوريك كيف تشمسي كيف وش مسوي. وش رأيك؟ أي شنطة دكتور؟ شنطة اللابتوب اللي معاي ولا شيء؟ أنت في البداية تكلمت عن كيفية بناء التركيب النحوي للجملة في البداية. أيه. يكون في الإنوميريشن. نعم. رحت بعيد. أوكي وياك. واستخدمت فيها الشنطة، إنه الشنطة فيها فيتشرز لكل واحدة، صح ولا لا؟ يس يس يس. هذه مصنع كيك. اكفى لا تنساها هذا، برجع لها الحين. معك برجع عشان أوريك اللغويات فشلت. حياك دكتور. طيب خلنا نروح لكم سلطان. تفضل. الله يعافيك. الله عليكم السلام. تفضل نسمعك. الله يعطيك العافيه دكتور مرضى على توضيحك هذه المعلومات القيمه صراحه. هل يعني قصرت؟ لكن عندي سؤالين انا بخصوص الاول، هو عن السي كوماند and its correlation to the tree structure، يعني علاقه السي كوماند مع التري structure. السؤال الثاني عن الامبيجيوتي لو تسمح لي، يعني احس انه انت ما تطرقت لهالموضوع، لكن عندي سؤال بخصوص الامبيجيوتي. ايوه اوكي. مثلا في الجمله اللي هي for example I won't be home until 4 o'clock how what or what are the possible interpretations of this sentence? I walked along, sorry. No, I won't be home, I will not be home until 4 o'clock or 3 whatever. Okay, I need the possible interpretations of this sentence. Okay, if there is any ambiguity exists on that structure, it would be something like I won't be home until hang on. I won't be okay. The ambiguity is either I will not be the home is will be void of me until it's 4 o'clock, after which I will be home. اوكي يعني البيت راح يكون فاضي حتى الساعة الرابعة. الثاني I won't be home until 4 o'clock. I won't be home. بس دكتور مرضي انا والله ما فهمت ايش يعني، وين الامبيجوتي في الجملة هذه؟ الامبيجوتي could be semantic and could be syntactic. Semantically I don't see any ambiguity because I won't be home until 4 o'clock. حتى الساعة الرابعة ما راح أكون بالبيت. I won't be home. طيب دكتور مرضي خلينا نروح سلطان. سلطان تسمعني؟ أيوة معك. سلطان إيش قصدك؟ اشرح لنا، لأن الامبيجوتي زي ما قال دكتور مرضي يعني كلمة ترى كبيرة شوي. اشرح لنا إيش قصدك بالامبيجوتي الجملة هذه؟ الامبيجوتي هنا في أعتقد الامبيجوتي هنا يكون على كلمة until، يعني أحس إنه في الهيتل هنا هي اللي مسبب الأمبيجوتي. وش مسببها؟ وش المعنى؟ يعني هي الأمبيجوتي يكون عندك هي في احتمالين ممكن يكون. إنه ممكن ما راح تكون قبل الساعة 4 موجة. أنا صراحة في عندي لخبطة في الموضوع هذا عشان كذا قلت لك أكمل الدكتور رامر. So you've got another reading for this. You've got another reading. I need some clarification for this. Okay, so if I draw it, I won't be home. I will not be home until 4 o'clock. If I get that ambiguity, then I'll draw the tree and show it to you. I won't until it's 4 o'clock. My own speculation. Until
4 o'clock, I won't be home. My own speculation on this is that I will not stay in town until 4 o'clock. I will not be available, or not, I won't be in the town until 4 o'clock. This is that's given. That's given. Okay. The second interpretation which I actually draw it myself, I will not reach town before 4 o'clock. I will not reach home or the town, wherever, before 4 o'clock. So either you will not reach the, because so you're outside of the city. Yes. Or the home, whatever. Doctor. Look, this has to deal with the lexicology. Lexicology. It's not lexicology. It has to deal with the semantics, because what you're doing is not actually the syntax. What you're dealing with is the semantics of the word home. Okay, right. Because I won't be home. In English, saying home could be your country or your home, your house. إذن هذه وظيفة دكتور مرضي أنت قلتها, هذه وظيفة هذا العمل وظيفة التركيب في الالف وليس في السينتاكس. يعني لو في حل لها حيكون في الالف. It could be الالف, yeah. If there is any movement, anything that would be applied at the الالف, which you won't see. هي عملية في الالف زي ما. نعم. It could be دكتور سلطان, لكن that's something to deal. But basically دكتور, that's semantics. And semantics pragmatics interface. It has to deal with the interface between the two meanings of the verb. But until and won't be, being not in a position, and the word until, I don't think they're really crucial in your analysis. Maybe we could try something else. So So, what about the C command? C command. Okay. C command, because the derivation in our analysis and the theory, the derivation is translated along the lines of bottom up, not top bottom. It's bottom up derivation, bottom up structure and building. When something agrees with something, it's top bottom, right? It's C command. It's C command stands for complement command. So is it complement? Yeah, I think it's complement. I'm not really sure, but I think it's complement. So the item searches to the right of it, to the right of it, until it reaches until it reaches the target that it actually searches for. مثل كأن محمد, كأن read searches, see commands, it starts searching right from the right of it until it reaches the first target. Okay, check محمد. محمد, you've got 5 features. Yes, I do. Okay, come on, help me. Hold an agree relation with me. And that's where it stops see commanding. So that's see command is actually searching in the right hand area. طيب. Is that clear, دكتور سلطان؟ أي وضحت الله يعطيك العافية. سلطان, في برضو كمان على قصة الأمبيغوتي, يعني وأتوقع والدكتور مرضي يتوقع إنه عنده المعلومة هذه. في البروفيسور اسمه فينتل في الـ MIT. فينتل شغال على الأمبيغوتي, شغال كذا, فأنت تقدر ترجع له وتبدأ, لأنه بصراحة ما تكلمت دكتور مرضي على الأمبيغوتي لأنه أمرها ما هو يعني صعب جلسة واحدة نتكلم عن يا الأمبيغوتي شغلة, بعدين بالسنتاكس محلولة, باللحو التوليدي محلولة, بأنه الشجرة اللي فيها الإكسبريشن تكون بالمكان. مثلا I saw the man with binoculars, يمكن عارفين المثال هذا. With binoculars تكون إذا كنت تقصد الرجل معاه I saw the man with binoculars. إذا أنت تقصد بأنه أنت كنت تحمل البيناكيلوز, التري تتفرع من I. إذا كنت تقصد الرجل يحمل البيناكيلوز ولكن أنت طلعت له, بينما هو الرجل اللي كان يحمل, هو الشخص اللي كان يحمل البيناكيلوز الدربين هذا, إذا الشجرة تتفرع من the man. This is how minimalist syntax accounts for ambiguity. طيب خلينا نروح دكتور مرضي, خلينا نروح لأخونا صالح. اخوان بس نودنا نكون في الـ في الـ في الـ
في المشاركاتنا ونقاشنا يكون مختصر، لخليكم الأسئلة مختصرة عشان الوقت الله يجزاكم خير. أخونا صالح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اختصار الله يخليك عشان الوقت. أبشر أبشر دكتور محمد، شكرا لك على الفكرة الرائعة، شكرا للدكتور مرضي. حاب أضيف لكم إنه الكتاب Analyze English Sentences لأندرو رادفورد هو أحد المراجع الحديثة الحقيقة في المينيماليزم ثيريز، فأنصح كل زملائي بهذا الكتاب. أنا درسته في الماستر مع الدكتور عبد الرحمن القرشي، وهو أحد لهم فضل علينا في هذا العلم، فهو كتاب يعني مقدمة ممتازة للمهتمين والغير وحتى للناس اللي حابين يعني يأخذون نظرة عن المينيماليزم ثيريز. شكرا لكم جميعا على نعم صدقت والله دكتور. كبداية أي واحد يبدأ بكتابه، أظن أخضر لونه ولا لا دكتور؟ لونه أحمر، في أحمر في أخضر، بس الأخضر كأنه يخدم الأخضر 2004 أظن يخدم أكثر الواحد اللي يبحث عن المعلومة. كأنه يبدو لي الأخضر كان عبارة عن مقدمة للسنتاء للنحو بشكل عام، لكن الأحمر مخصص على المخصص. إيه الأحمر في تفاصيل، الأخضر يعطيك شنو هالشيء اللي أنت تبحث عنه، بعدين الأحمر يعطيك تفاصيل. جود جود دكتور، الله يقويك إن شاء الله. الله خليك، بس أذكر هذا الكتاب في الهاشتاغ. خلينا نروح للدكتور عوض. دكتور عوض، دكتور عوض السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله دكتور. سلم تفضل نسمعك. هلا هلا يا دكتور محمد، مساء الخير عليك وعلى الزملاء. الأستاذ الدكتور مرضي شكرا لهذه المحاضرة القيمة. عفوا طال عمرك، أهلا وسهلا. شكرا للمتداخلين فردا فردا. بالنسبة للأخ الدكتور اللي سأل بالنسبة للأمبيجوتي اللي هو يقول I'll not be home until 4 o'clock or 3 o'clock. أوكي. First of all أنا ما أعتقد إن في هنا يعني ذات ambiguity الكبيرة، لأنه unless إذا كان يعود بنا إلى الجرجاني، العفو نطل الجرجاني، إنما ابن جني لما يقول مت وفي نفسي شيء من حتى، يعني ابن جني في كتاب الخصائص يقول مت وفي نفسي شيء من حتى، إنه حتى هذه يعني problematic، you see what I mean، فيها إشكالية بالنسبة لل functionality. نعم. أيوة نعم functionality. فالسؤال الآن لعل الأستاذ أيضا اللي سأل أجاب من حيث يعني من جهة أخرى، حينما أتى بقوله قبل بمعنى I'll not be home until probably I'll not be home before 4 o'clock. يعني أنا مش حكون موجود في البيت قبل الساعة الرابعة. طبعا هنا يتدخل الكونتكست السيتويشناليتي، تلاحظ معايا انه لعله كان في سيتويشن ان يقول انا مش هعود للمدينه قبل الساعه الرابعه، او انني لن اكون في البيت لمن اراد ان يتصل بي او يتعامل معي قبل الساعه الرابعه، فهنا يزول في نظري الغموض. وشكرا جزيلا على المتداخلين. دكتور هل نعم ان شاء الله معنا؟ ها ان شاء الله. ابشر ابشر يا دكتور، بس الظروف هذه والله مش عارف. نبي الجرجاني، نبي الجرجاني، نبي النظم، ونبي الاشياء ذي الحلوه. ابشر ابشر، انت متى سالتني عن النظم؟ هو النظم وليس النظم. النظم نظم اوكي. النظم يا دكتور محمد، الله يسلمك. النظم لما كنت في بريطانيا. ايوه انا اللي سالتك. ايوه الله، يعني a long time ago ولا؟ هذه أول ما أنت اللي عرفتني عليها ترى. يا الله حياك الله يا دكتور محمد، يا مرحبا، الله يوفقك. linguistic coffee أنا على. you are doing something يعني تذكرني يعني بالحلقات العلمية في حلقة براغ والحلقات الأوروبية اللي كانوا الناس يعني يجتمعون حول نقطة معينة ويتدارسون حولها. والحقيقة لا أود أن أستبق الأحداث، إنما يعني علم اللسانيات أصبح الآن مهيمن حتى على العلوم الأخرى، بدليل أنه فيه الآن يعني هيمن على أن يقال مثلاً سايكولينغويستيك، سوسيولينغويستيك، مثلاً جيوغرافيكال لينغويستيك، you see what I mean؟ يعني علم اللغة تطور كما سوف نرى إن شاء الله في المحاضرة، يعني تطورا قويا
وفي نظري أن العلوم منذ العهد القديم وعهد الجرجاني وإلى يوم هذا عند شومسكي وغيره هي علوم متسلسلة متداخلة، يعني بعضها يتشرب من بعض. فعلا يعني إن شاء الله إن شاء الله هنسمع عن الجرجاني إن شاء الله في جلستك. أنت متى جلستي يا دكتور؟ الأسبوع الجاي اللي بعد إن شاء الله. إيه أبشر أبشر، أنا أرسل لك إن شاء الله عنوان المحاضرة بحول الله، وأسعد بكم جميعا، الله يحييكم ووفقكم إن شاء الله. دائما منك دائما، فأنت أحد قادات هذا المقهى بصراحة دكتور. شكرا، الله يحفظك يا دكتور، يحفظ الجميع، وأنا شاكر للأساتذة. والحقيقة يعني تلاونا اللغة البارح الدكتورة، بس أنت تتأخر العفو أحيانا، الأخ الدكتورة الأزرقي يعني كنت أتمنى أن أتداخل في الموضوع، لما لأنها فتحت لنا أفقا جديدا بالنسبة ل تراها معنا الآن دكتور، هي معنا ما شاء الله عليها بالنسبة للهجات في مثلا في الجزيرة العربية، ويعني أنا من الطائف وجنوب الطائف امتدادا إلى أبها إلى الجنوب إلى جبال السروات وكذا، قد تجد كما ذكرت أن تجد هنالك يعني اختلاف في اللغة واختلاف في اللهجة واختلاف في طريقة التناول، وهذا حقيقة ينبع عن أن الناس يختلفون في ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم تماما كما يختلفون في لغاتهم. وأنا أدرس هذا لطلابي عادة في علم الأسلوب، أن الناس يختلفون في أساليبهم وفي طريقة لهجاتهم وفي طريقة فن القول تماما كما يختلفون في ألوانهم وأجناسهم وكذا. لربما يكون هذا، أنا شخصيا بدأت أفكر من البارح حين ذكرت الدكتورة هذا الكلام، أن اللغة كما ذكر اليوم أستاذنا الدكتور مرضي عن تشومسكي، أنه فعلا وعن عبد القاهر كما سوف أذكر، أن اللغة ترى يا جماعة ما هي أمر سهل، اللغة تتدخل في أمور يعني منتلي، هنالك عملية زي ما ذكر الدكتور اليوم انترفيس وات يعني yes. Yes. What did you say interface what يعني هنالك system. اي هنالك نظام صمامي امام صمان امام في سيوة امين، هنالك صمام امام في الذهن في المنتل يعني في المنتاليتي يبين كيف هذه الكلمة، يعني حين نقول مثلا ذكر الدكتور الكتابة او الكتاب البنت الكتابة مسكته، تلاحظ معي وقال ممكن ان ناتي لها بقولنا الكتاب او العفو البنت الكتابه قد مسكته، وهنا بمجيء البربسي للفريز هذا قد حلينا بعض الاشكال، او نقول كان الكتابه البنت مسكته، هنا كان غيرت معنى الجمله بتاتا، تلاحظ معي بالضبط. وهذا اللي جعل لها يعني فاليديتي انها تكون جمله مقبوله وراهمه وجمله بلاغيه وجمله ذات يعني تركيب الى حد ما يعني في نظري انا صحيحا. هذه هذا تعليق بالنسبه للجمله الاخيره هذه دكتور. انا اسف لانه ما اريد ان اطول في الوقت، احنا الان متاخرين. دكتور عوام تفضل يا سيدي. هذه الافكار هل هي تعتبر الجرجاني هو أول من تكلم عنها في اللغة العربية؟ والله يا دكتور محمد خليها لما يجي وقتها إن شاء الله إن شاء الله، عشان تصبحون على خير يا إخواني. شكرا أنا طماع بالعلم. أبشر يا دكتور، أبشر إن شاء الله بما يسر. يلا شكرا يا دكتور، الله يعطيك العافية. هلا بالغالي، هلا يا حبيبي، مع السلامة. مع السلامة، حياك الله يا هلا. طيب دكتور عندك اي مداخله دكتور، اي اضافه دكتور مرضي؟ لا اوكي انا فاين، بس ارجع واقول انه دايم اد مور ستراكشر. ذكرني الدكتور تو بانه لما توقف لما ستول دايما تضيف، جيب اداه، جيب اجنكت، جيب حرف جار ومجرور زي ما هو موجود بالعربي، جيب اضافه لعل تبين لك شنو الجديد، لعل تبين لك وين الجمله. يمكن انت قاعد على بالك بانك هالجمله هذه تحت، هي طلعت كلها فوق، فدائما add more structure. هذا حل قوي فعال ترى، بس حبيت أذكرهم يعني واعتذر للإطالة والله. في دكتورة ناجي الله ناجي اليامي، خلنا دكتور ناجي، السلام عليكم.
دكتور ناجي السلام عليكم. دكتور ناجي السلام عليكم. طيب شكله يبدو لي انه الدكتور ناجي ما هي. طيب أوكي. في نهايه جلستنا دكتور مرضي لا يسعني الا ان اقول لك شكرا من القلب. العفو طال عمرك. العفو على وقتك على الجلسه الجميله الرائعه المفيده. الله يسلمك والله. انا شاكر لك والله دكتور. انا شاكر لك والله والجو والكل الربع اللي كانوا ويانا. شكرا لكم والله. يعني حقيقه كلمة تشوفهم قليلة حقيقة لك دكتور. لا لا عفو طال عمرك. العفو. الله يعطيك الصحة على مجهودك. الله يجزاك خير يا رب. اخواني دائما احنا نقول دكتور مرضي ممكن تروح على السلايد اللي فيه معلوماتك. دائما نقول انه جلستنا يا اخوان لها بداية لكن ليست لها نهاية. بدايتنا كانت في تمام الساعة العاشرة مع الدكتور مرضي ونهايتها لا يوجد لها نهاية ما دام اننا عارفين كيف نتواصل مع الدكتور مرضي. لدينا حسابه في تويتر نعرف المكان الذي هو يعمل فيه. لدينا الهاشتاغ، لدينا قناة اليوتيوب الخاصة بالمقهى. فهذه كلها تخلي جلستنا ما لها نهاية. أنا جدا أعتذر لكل شخص لم يعطى له الفرصة ليعطي سؤاله، لكن زي ما قلت لكم عندنا الهاشتاغ وعندنا هذا، فلازالت الجلسة موجودة. في نهاية حديثنا لهذه الليلة لا يسعنا إلا أن نقول شكرا لكم جميعا. شكرا للدكتور مرضي. شكرا لكم جميعا. شكرا دكتور. نشوفكم إن شاء الله في جلسة ثانية بإذن الله تعالى. شكرا للحضور. والسلام. شكرا للحضور كامل. شكرا دكتور. شكرا القائد. يعطيك الصحة يا غالي. لكم الله. مع السلامة. يا أهلا وسهلا. مع السلامة الجميع. تمسوا على خير. يا أهلا وسهلا.